السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم من جديد مع مشروع جديد. اليوم إن شاء الله راح نبني personal portfolio، يعني كأنها سيرة ذاتية بس تكون أونلاين. فخلونا نشوف مع بعض إيش أجزاء هذا البورتفوليو. أجزاءه راح تكون header، وراح يحتوي على مجموعة من روابط التنقل أو النافيجيشن لينكس، وكل لينك هنا راح يودينا على سيكشن في نفس الصفحة. وبعد كده في ميزة جدا جميلة في هذا البورتفوليو، انه راح نقدر نتحكم في الثيمينج تبعه، فهنا مستخدمين 3 ثيمات مختلفة. وعندنا جزئية الهيرو سيكشن، بمعنى تعريف بسيط عن صاحب البورتفوليو، فهنا انا بتكلم عن نفسي وبتكلم عن قناة اليوتيوب. وكذلك بنضيف call to action button عشان نوجه المستخدمين ايش الاكشن التالي اللي نحب انهم يعملوه. وبعد كده مجموعة من الستاتس أو الإحصائيات، فمتى عدد السبسكرايبرز، الفيديوز، الفيوز. وبعد كده عرضت مجموعة من الفيديوهات، وهنا راح نتعلم كيف نعمل إمبيد ليوتيوب بلايرز. وبعد كده سكشن للمشاريع، وكل مشروع راح نعمله على شكل كارت. الكارت راح يضم صورة للمشروع، اسم المشروع، ورابط المشروع على اليوتيوب وكذلك على الجيت هاب. وهنا جزئية للتستيمونيالز، جمعت بعض من آراء الناس اللي أسعدتني. وبعد كده فورم للتواصل، عندنا عنوان الرسالة، نص الرسالة، وآخر سكشن راح يكون مجموعة روابط للسوشيال ميديا. فلبناء هذا المشروع راح نستخدم ال HTML، راح نستخدم ال CSS، راح نستخدم ال JavaScript. عملية الثيمينج، خلينا نشوف الثيم الثاني. هذا الثيم اللي هو باللون الأخضر، الثيم الثاني راح يكون باللون الأزرق، ونلاحظ أنه ما زال شكل الصفحة جدا ما شاء الله جميل ومتناسق. والثيم الثالث اللي هو الثيم الأورنج، فنلاحظ كذلك أنه برضو شكل الصفحة كويس وجميل. فعشان نطبق الثيمينج راح نستخدم حاجة في الـ CSS اسمها Custom Properties، وصراحة يعني جدا جدا فادتني وساعدتني كثير، والجافا سكريبت. وكذلك البورتفوليو في ميزة جدا حلوة انه تماما ريسبونسيف، فلو جينا صغرنا حجم الشاشة على حجم الموبايل تقريبا نلاحظ انه النافيجيشن لينكس هتختفي وتصير عبارة عن منيو ايكون، ولو ضغطنا على المنيو ايكون راح يتفتح فول سكرين منيو، ولو ضغطنا على واحدة من اللينكات راح يعمل على انه يغلق المنيو ويروح على الجزئية اللي ضغطنا على رابطها. تمام، ونلاحظ شكل الصفحة ما زال على شكل الموبايل، ممتاز ومناسب لهذا الحجم. هنا جزئية التستيمونيالز، وهنا جزئية الفورم. وبعد كده احنا بنعدل هذا التنسيق والترتيب في بريك بوينت واحدة فقط، اللي هي الميديوم او الحجم 768 بكسل. نلاحظ هنا انه راح تظهر النافيجيشن لينكس من جديد، والستاتس حتيجي بجانب بعض، وهذه الجزء الاقسام اللي هي الفيديوهات، المشاريع، التستيمونيز كلها راح تصير على شكل جريد. فهذا مشروعنا لليوم، ان شاء الله ان شاء الله انكم تستمتعوا فيه وتلاقوا معلومات جدا مفيده. فيلا نبدا. راح نبدا بانه ننشئ مجلد سميته project، وفتحته على visual studio code، وحطيت فيه مجموعة من الملفات انا راح احتاجها. فالمجلد الاول راح يكون مجموعة من الصور اللي هو لي صور المشاريع، والملف الثاني انا مجمعة فيه ايش السكريبتس وايش اللينكس وكذلك الكود الخاص بالايقونة. فخلونا نسوي الملفات اللي راح نحتاجها. اول ملف راح يكون index.html، وبعد كده الملف تبع التنسيق راح يكون style.css، والملف اللي بعد كده راح يكون main.js للجافا سكريبت. فاول ملف انا راح ابدا فيه اللي هو ملف style.css، وأول حاجة راح نعملها اللي هو تعريف الكاستم بروبرتيز، إيش المتغيرات اللي راح نستخدمها. فخلونا نكتب هنا comment راح نقول عبارة عن custom properties، وكيف هنا راح أعرفها؟ راح أعرفها في selector اللي هو root، فراح أقول colon root. وبعد كده
أول متغيرات أبغى أعرفها اللي هي متغيرات الألوان. إحنا اتفقنا أنه راح نستخدم 3 ثيمات، اللي هو الثيم الأخضر، الثيم الأزرق، الثيم البرتقالي. كل ثيم راح يكون لي 3 ألوان. فخلونا نرجع للمشروع، نلاحظ هنا مثلا الثيم الأخضر عنده اللون لايت اللي هو اللون الخفيف، تعبر عنه لون الخلفية، وعندنا اللون الدارك اللي هو اللون التقيل، فراح يكون مثلا هذا اللون القريب للأسود. وعندنا الأكسنت كالر، الأكسنت كالر يعني لون مميز في الثيم، فراح يكون اللي هو اللون الأخضر. تمام، خلونا نشوف كيف راح نكتبها. فأول ثيم راح نبدأ فيه اللي هو الجرين ثيم. تسمية الكستم بروبرتيز راح تكون بهذا الشكل اللي هو داش داش، وبعدين الاسم اللي احنا نبغاه، فراح اقول جرين داش ثيم، بعدين داش اللي هو اللون الاول راح يكون اللايت، وبعد كده قيمته راح تكون عبارة عن 70.20%.94%. ايش هذه القيمة؟ انا في هذا المشروع راح اعتمد اللي هي صيغة ال HSLA للالوان. ايش معنى هذه الصيغة؟ معنى هذه الصيغة لو رجعنا لمقال هنا في ال W3 Schools يعرف هذه الصيغة، راح تتكون من ال H اللي هو عبارة عن الهيو. الهيو يعني اللون اللي احنا راح نختاره. بالنسبة لل S اختصار للساتوريشن، يعني قد ايش في اللون الرمادي في هذا اللون. وبالنسبة لحرف ال L يعتمد على او يرمز لللايتنس او الاضاءة، يعني قد ايه عندنا اضاءة في اللون. واخر حرف اللي هو حرف ال A راح يكون عبارة عن الالفا بارامتر، يعني درجة الشفافية للون. لهذا السبب راح يكون هذه الـ3 أرقام، الرقم الاول راح يعبر عن الهيو، والرقم الثاني راح يعبر عن الساتوريشن، الرقم الثالث راح يعبر على اللايتنس. طب انا كيف حصلت على هذه الارقام؟ انا عملت على تصميم هذا البورتفوليو في موقع فيجما، فبعد ما انتهيت من التصميم بأروح على كل جزئية وبأحددها عشان اعرف ايش اللون تبعها. فهو بيذكر اللون بالصيغ المختلفة، كمثال الـ RGB، الـ Hex Code والـ HSLA. فالطريقة اللي بكل بساطة أنا بأخذ اللون من التصميم وبأحطه في الكود عندي. تمام، وبعد كده راح يكون عندنا برضو green. خلوني مثلا أكرر ممكن هذا الكود نفسه مرتين عشان أحط اللون اللي هو الدارك. فهنا راح تكون قيمه عبارة عن 203، واللون الثاني راح يكون عبارة عن 36%، وبعد كده 17%. طيب، فأنا راح أكمل هذه الألوان وراح أرجع لكم من جديد. الآن عندنا جميع الألوان، فهنا عندنا الجرين ثيم بألوانه 3، البلو ثيم بألوانه 3، والأورنج ثيم بألوانه 3. الاختلاف طبعا عندنا في القيم، والاختلاف كذلك في الأسامي، إنه هنا عندنا جرين، هنا عندنا بلو، هنا عندنا أورنج. في كمان لون أساسي اللي هو اللون الأبيض، فبرضو راح أعبر عنه بنفس الطريقة، فراح أقول هنا داش داش، وبعدين راح أكتب وايت، وراح تكون قيمته 0%، وبعد كده 100%. تمام، بعد كده نكمل في custom properties راح تعبر عن الثيم الحالي أو current theme. تمام، فراح يكون اسمها بهذا الشكل، راح يكون current double R current dash theme dash light. تمام، فايش اللون اللي حتبان به؟ اللي هو اللون الاخضر، فهذا راح يكون current theme. وعند تغيير theme مثلا كده صار عندنا current theme اللي هو اللون الازرق، وهكذا. هنا كبداية راح يكون الجرين ثيم. طب كيف استخدم الكستم بروبرتي؟ كيف اعمل لها ريفرنس؟ طريقة الاستخدام راح تكون var، وبعدين between parentheses ما بين اقواس راح احط
اسم الكستم بروبرتي، راح اقول داش داش وبعدين اقول green theme light. نفس الشيء راح اكرره للون الدارك وللون الاكسنت. فهنا راح اغير اللي هي في الاسم اللي على اليسار، في الاسم اللي على اليمين هنا راح اخليه دارك، وهنا راح يكون برضو اكسنت. نكمل على الكاستم بروبرتيز، راح احدد مجموعة من الالفا يعني قيم الاوباسيتي او الشفافية اللي انا راح اعتمدها. فراح اقول هنا اوباسيتي راح تكون داش داش وبعدين اكتب اوباسيتي 100%، يعني اللون واضح تماما. فراح اقول هنا راح تكون قيمته 1، وبعد كذا قيم مختلفة. مثال هنا عندنا قيمة 75، يعني درجة الشفافية 75%، فراح اكتبها بهذه الطريقة. وكمان اللي هو 50%، فراح اكتبها 0.5 و10% و5%. كده انتهيت من قيم الاوباسيتي. بعد كده هعرف قيم للسبيس. السبيس معناته هذه قيم انا راح استخدمها في البادنج، راح استخدمها في المارجن، راح استخدمها في المسافات. في مثلا لو كان عندي عنصر لديسبلاي فليكس ومحتاجه مسافات بينهم، نفس الشيء لو كان عندي عنصر لي عنده جاب، فانا محتاجه قيم محدده. راح اعتمد على مضاعفات العدد 8، فراح اقول هنا سبيس بعدين داش 8، فهذه قيمته راح تكون 8 بكسل. والسبيس الثاني راح يكون عبارة عن 16 بكسل، وراح أكمل باقي القيم. فهنا حنستخدم كمان قيمة اللي هو 24 بكسل، 32 بكسل، 48 بكسل، 72 بكسل. بعد كده نفس الفكرة راح أطبقها للخطوط. فالخط أنا راح أعرف له فونت فاميلي، راح اعرف له فونت سايز، راح اعرف له فونت ويت. فخلونا نعرف هذه المعلومات مع بعض. فراح نقول هنا بالنسبه للفونت راح احط الفونت فاميلي تبعه، فراح اقول فونت داش. اسم الفونت اللي راح استخدمه حيكون اسمه انتر، وهو عباره عن جوجل فونت. فراح اقول هو عباره عن انتر، وبعدين الفول باك فونت راح يكون عبارة عن سان داش سيرف، تمام. وبعد كده بالنسبة لي أحجام الخط برضو راح أعرفها، فراح أقول هنا فونت داش هيكون 14، معناتها 14 بكسل. وبعد كده راح أنسخ بقية القيم، فراح يكون عندنا كمان 16 بكسل، 20 بكسل، 24 بكسل، 32 بكسل. وكذلك راح أعرف الفونت ويت، فراح يكون عندي اللي هو فونت داش ريجولر، معناته في دي الحالة راح يكون قيمته 400. وكذلك لو كان عندي بولد فراح يكون قيمته 700. اخر custom property راح اعرفها اللي هي border radius. ليش؟ عشان انا بعتمد برضو قيمة واحدة، مثلا عندنا في الحقول حقة الفورم والكاردز والبوتونز، فعشان يكون برضو كله متناسق راح اعرف هذا المتغير. راح اقول border dash radius عبارة عن 4 بكسل. ايش فائدة ان نستخدم الكستم بروبرتيز بهذه الطريقة؟ الفائدة انه تكون عندنا قيم موحدة نعتمد عليها في مشروعنا بشكل كامل، فهذا الشيء يخلق نوع من التناسق في الصفحة. ايضا نقطة جدا مفيدة في الكستم بروبرتيز انه لو جيت بعدل في قيمة انا هعدل في مكان واحد، وهذا التعديل راح يصير له كاسكيد او راح ينتشر في باقي الموقع. كيف يعني؟ مثلا لو قررنا انه نغير البوردر راديوس، ما حروح لاماكن مختلفة واعدل جميع الرولز اللي مستخدم البوردر راديوس، لا انا حاكون فقط في حاجة اني اغير هذه القيمة، وبكل بساطة هي بشكل تلقائي راح تتغير في جميع الاماكن اللي مستخدمة هذه الكستم بروبرتي. فهذه هي فائدة الكستم بروبرتيز. بعد كده حنبدأ في تعريف اللي هي CSS rules. راح أعرف أشياء راح تكون global
فحنكتب هنا comment global كمثال عندنا اللي هو star يعني جميع العناصر وكمان من ضمنها اللي هي اي before element او after element اللي هو حيكون بهذا الشكل. راح اعمل لهم reset بمعنى اشيل المارجن تبعهم اشيل البادينج وكذلك اخلي البوكس سايزنج تبعه على شكل border box وكذلك راح اخلي ال html والبادي كلهم الهايت حقهم 100%. ليش؟ عشان عفوا انا محتاج اكتب هايت اول وبعدين القيمة 100%. ليش؟ عشان انا ابغى انه ال html والبادي ياخدوا كامل الصفحة عشان اقدر اطبق لون الباك جراوند. بعد كده راح احط رول للبادي فراح اقول هنا بادي وبعدين هعرف اول شيء اللي هو الفونت فاميلي اللي انا راح استخدمه. فلو نفتكر انه هنا في الكاستم بروبرتي انا حاطه ايش الفونت فاميلي اللي انا ابغاه، فكيف راح استخدم الكاستم بروبرتي هذه؟ بكل بساطه راح اكتب var وبعدين داش داش اسم الكاستم بروبرتي راح اقول فونت داش انتر وبعد كده الفونت ويت اللي ابغاه راح يكون برضو عبارة عن custom property اللي هو عبارة عن font regular وبالنسبة لي ال font size راح يكون عبارة عن var راح يكون عبارة عن font 16 يعني 16 بيكسل. وبالنسبة لل background color تعالوا خلونا نشوف كيف راح نكتب صيغة اللون. راح تكون بهذا الشكل HSLA تمام. الهيو الساتوريشن اللايتنس هذه احنا اوريدي حافظينها في كاستم بروبرتيز. فالكاستم بروبرتي هنا اللي راح استخدمها راح تكون عباره عن ايش؟ راح تكون عباره عن var وبعدين راح اقول داش داش current theme اللي هو اللايت تمام. طيب انا ليش استخدمت الكرنت ثيم ما استخدمت البلو ثيم لايت اللي هو مثلا هذا اللون عفوا اللي هو مثلا هذا اللون او هذا اللون؟ عشان انا محتاجة اعمل ثيمينج للصفحة يعني اني اقدر اتحكم في اني اغير الثيم لها. فانا محتاجة انه custom properties تعبر انه ايش الثيم الحالي اللي انا مختارته تمام. درجة الالفا احنا عندنا هنا متغيرات اللي هي عبارة عن الاوباسيتي فهي دي اللي احنا راح نستخدمها في الالفا. فراح اقول هنا var وبعد كده راح اقول داش داش opacity وهنا ابغى الopacity تكون 100% يعني اللون ما يصير فيه اي شفافية. وبعد كده line height راح يكون بقيمة 32 بيكسل تمام. بعد كده الرول التالية راح تكون عبارة عن البوتون. اي بوتون عندي في الصفحة ابغى الباك جراوند كولر حقته تصير ترانسبيرنت شفافة والبوردر نشيله فراح يكون نن والكورسر شكل السهم راح يكون على الشكل بوينتر. وهي بعد كده اي لينك اللي هو عبارة عن عنصر الاي راح اشيل منه التكست ديكوريشن فراح اقول نن. وبعد كده عندي الصور فراح اقول image الماكس ويدث حيكون 100% عشان ما تصير اكبر من حجم البارنت تبعها. وبعد كده اي ul عندي او اي قائمة راح اخلي الليست ستايل حقانا عشان تشيل النقاط. وبعد كده هعرف يعني مجموعة بسيطة من اليوتيليتي كلاسز. ايش يعني اليوتيليتي كلاسز؟ يعني هو عبارة عن كلاس فائدته انه يعمل حاجة واحدة بس. كمثال خليني اكتب هنا utility classes كمثال احتاج .rtl فائدته انه في اي وقت احطه ككلاس لواحد من العناصر انه يخلي direction rtl. والكلاس اللي بعد كده راح يكون .text-center اعتقد من اسمه ممكن تتوقع هو ايش يعمل. هيعمل text align center تمام.
هذا بالنسبة للسي اس اس اللي راح اضيفه حاليا. خلونا دحين نبدأ في ال HTML. راح نبدأ بانه نحط علامة الاستفهام وبعدين نضغط انتر عشان يعطيني الكود المبدئي لل HTML، وبعد كده راح اغير عنوان الصفحة، راح اقول عبارة عن personal portfolio، وهنا حنحط بعض اللينكس اللي احتاجها، فمن ضمنها اللي هو الجوجل فونت. فخلونا نرجع لملف اللي هو resources.html، اخر لينكات راح تكون عبارة عن الجوجل فونت، فراح انسخه وراح ألصقه بعد العنوان، تمام. وهنا راح نستخدم الويت اللي هو 400 و 700، الريجولر والبولد، وكذلك اللينك الثاني اللي أحتاجه اللي هو راح يكون للسي اس اس، فراح يكون عبارة عن لينك سي اس اس لملف الستايل دوت سي اس اس. خلونا نفتح هذه الصفحة على البراوزر، فبكل بساطة راح أضغط هنا على go live، فحاليا الصفحة ما فيها أي محتوى، فخلونا نبدأ نضيف المحتوى. المحتوى الأول اللي راح نشتغل عليه اللي هو إضافة الهيدر، فخلونا نشوف مع بعض هو الهيدر أصلا بيتكون من إيش. الهيدر هنا بيتكون من حاجتين، الحاجة الأولى راح تكون اللي هي أيقونة المنيو، والحاجة الثانية اللي هي راح تكون الثيم سويتشر اللي هو المتحكم في تغيير الثيم. فبالنسبة لأيقونة المنيو، في مرحلة تصميم البورتفوليو استخدمت أيقونات من بلجن معين اسمه ايكونيفاي في موقع فيجما. لاستخدام الأيقونات في الويب سايت فلي طريقة معينة، الطريقة هي انه نضيف سكريبت لهذا البلجن، هذه الحاجة الأولى فخلونا نعملها. راح نلاقي السكريبت هنا، أنا برضو حطتها اللي هو هذا السكريبت، راح نضيفها قبل تكفيلة البديل، وبعد كده كل أيقونة يكون لها كود خاص، هذا برضو بحصل على الكود تبعها من خلال مرحلة التصميم في موقع فيجما. فخلونا نشوف، عندنا أول حاجة راح يكون عندنا الهيدر، وراح أستخدم هنا عنصر اللي هو الهيدر، وراح احط له كلاس عبارة عن هيدر، وبعد كده قلنا له راح يتكون من منيو. طيب المنيو راح احصل على الكود الخاص بالايقونة من هذا الملف ايضا، فراح انسخ هذه الاسبان وراح اضيفها هنا، تمام. في سبان اخر هو مجرد هذا الشكل راح يضيف الايقونة، تمام، بس في سبان اخر انا راح اضيفه لانه انا راح احتاجه بعدين في جزئية الجافا سكريبت، فهذا السبان بس حيفيدني انه اضيف له اي دي واكتب فيه عبارة عن منيو داش ايكون، تمام، وراح احط الايقونة بداخله بكل بساطة. وبعد كده راح احط الجزئية الثانية في الهيدر اللي هي عبارة عن الثيم سويتشر. طيب الثيم سويتشر هذا في البداية راح يكون عبارة عن كنتينر، هذا الكنتينر راح يكون لي الكلاس ثيم داش سيركلز داش كنتينر، تمام، وراح يحتوي على 3 عناصر، كل عنصر راح يعبر عن ثيم. فراح أقول العنصر الأول راح يكون عبارة عن الجرين ثيم، فراح يحتوي على اي دي اللي هو جرين ثيم، هذا أيضا الاي دي راح أستخدمه بعدين في جزئية الجافا سكريبت، فراح أقول هنا ثيم. وبعد كده لي كلاسين، الكلاس الأول راح يكون عبارة عن ثيم سيركل، فهذا مشترك بين الدوائر الثلاثة سيركل، والكلاس الثاني راح يكون هو اللي يميز كل سيركل عن الثانية، فراح أقول green dash theme، تمام. خلونا نرجع نشيك كيف شكله، فراح يكون هو عبارة عن div لي id عبارة عن green theme،
وي لي كلاس عبارة عن theme-circle وكلاس تاني green-theme، تمام؟ ما في أي محتوى. وبعد كده راح أكرر هذا الكود مرتين كمان، راح يكون اللي هو لي البلو ثيم كمان، وراح يكون لي الأورنج ثيم. لو عملنا رفرش للصفحة فما راح يكون ظاهر عندي إلا أيقونة المنيو لا غير، فخلونا نشوف إيش الستايل اللي راح نضيفه. قبل ما نضيف تنسيقات الهيدر نلاحظ إنه الباك جراوند ما هي ظابطة، صح؟ ما هي ظاهرة، رغم إنه إحنا عرفنا في البدي باك جراوند كولر. فلو نرجع للسبب نلاحظ هنا إنه أنا أخطأت في الكتابة، فهنا إحنا محتاجين نشيل var ونشيل قوسين كمان، فراح تكون طريقة الكتابة بهذا الشكل. فخلونا نعمل هذا التعديل ونحفظ، نشوف فعلا إنه لون الباك جراوند الآن ظهر. بعد كده راح نبدأ في التنسيق تبع الهيدر، فراح نقول هنا هيدر. وبعد كده راح أبدأ أول حاجة في تنسيق اللي هو الكلاس theme-circle عشان أبغى الدوائر تظهر، فراح أحدد لها width بالقيمة 32 بيكسل، والهايت نفس الشيء راح يكون، حنقول height 32 بيكسل. وعشان تصير بشكل الدائرة أنا محتاجة أني أقول border radius بالقيمة 100%. وبعد كده حيكون اللي هو نضيف كارسر على شكل بوينتر. إلى الآن لسه ما ظهرت، ليش؟ عشان ما احنا حاطين لها باك جراوند. فخلونا نجي نقول دوت ثيم سيركل اللي لها الكلاس دوت جرين داش ثيم. نلاحظ هنا ملاحظة مهمة إنه ما نخلي مسافة بينهم، عشان هو عبارة عن عنصر لهذه الكلاسين في نفس الوقت. هنا بس نضيف اي. فهنا بالنسبة للجرين ثيم راح يكون عندي الباك جراوند كلر بهذا الشكل اللي هو HSLA، وبعدين راح يكون المتغير هذا عبارة عن var، وراح يكون عبارة عن current theme. عفوا ما راح نستخدم هنا current theme، هنا نستخدم الألوان ما حتتغير. فالجرين ثيم هنا راح يكون عبارة عن green theme light، تمام؟ وبالنسبة للopacity تبعته راح تكون عادي، opacity 100%، فراح تكون بهذا الشكل var و داش داش opacity 100. وبعد كده راح يكون عندنا 2 ثيم سيركل تانين، واحدة للبلو، فهنا راح أغير إلى البلو، وهنا بالنسبة للثالثة راح تكون عبارة عن أورنج. أورنج برضو السبيلنج غلط، أورنج. وبعد كده هنا كمان راح يكون عبارة عن أورنج. طيب لو حفظنا نلاحظ فعلا إنه ظهرت. طبعا الأولى اللي هي الخضرة ما هي ظاهرة عشانها نفس لون الباك جراوند. فخلونا نرجع للكلاس ثيم سيركل، راح نضيف هنا بوردر، راح أقول بوردر بالقيمة 2 بيكسل، هذا الويث تبعه، والستايل حيكون سوليد، ولون البوردر راح يكون HSLA، راح يكون عبارة عن الكرنت ثيم لكن اللون الدارك منه، تمام؟ والأوباسيتي راح تكون مش 100%، لا أبغى اللون يكون الأوباسيتي حقته 50%. فخلونا نحفظ ونشوف النتيجة راح تظهر بهذا الشكل. بعد كده أنا في حاجة إنه هذه الدوائر تيجي بجانب بعضها، فراح أرجع هنا وأقول الكنتينر تبعهم اللي هو ثيم، خليني أرجع أتأكد من الاسم تبعه اللي هو theme circles container، تمام؟ راح أخلي بكل بساطة display حقته flex. بهذه الطريقة راح تجي الدوائر بجانب بعضها. نعدل هنا spelling، فكده فعلا جات بجانب بعضها. طيب نلاحظ في المشروع النهائي إنه الدوائر جاية
فوق بعضها. بالنسبة لي الثيم اللي هو البلو راح أغير مكانه وأحركه شوية جهة اليمين. فخلونا نرجع هنا للثيم سيركل اللي هي البلو ثيم، راح أخلي لها بوزيشن يكون ريلاتيف، يعني أحركها من مكانها، وبعدين هحركها كيف؟ هقول ليفت بقيمة 8 بكسل. إيش فائدة هذه الطريقة؟ فائدة هذه الطريقة إنه نلاحظ إنه البلو ثيم هذا أتغير من مكانه من جهة اليسار، مشي 8 بكسل إلى جهة اليمين، فجاء فعلا فوق اللي هي الدائرة البرتقالية. طيب بالنسبة اللي هو الجرين ثيم، محتاج كمان انه يصير فوق الدائرة الزرقاء، فبالتالي راح اقول هنا position relative، وبعد كده راح اعطيله lift. الليفت حقه حيكون دبل هذه القيمة، فراح يكون 16 بكسل. خلونا نحفظ ونشوف. بس نلاحظ حاجة، انه الدائرة هذه تحت الدائرة الزرقاء، فأنا كيف أعمل عشان أخليها فوقها بدل ما تكون أسفلها؟ فراح أستخدم اللي هي خاصية الزي إندكس، وراح أخلي قيمتها 1. لون نحفظ ونشوف إنه فعلا زبطت بالطريقة اللي إحنا نحتاجها. طيب بعد كده خلونا نرجع لتنسيق اللي هو المينيو آيكون. فراح أقول هنا دوت منيو داش آيكون، فراح أحط لها width وراح تكون قيمته 25 بكسل، وكذلك راح يكون لها height 25 بكسل، تمام. وراح أغير لونها وأقول color راح يكون HSLA، راح يكون اللي هو باللون ال current theme dark، وال opacity حقته بدل ما تكون 50 راح تكون 100. فخلونا نحفظ ونشوف النتيجة. طيب النتيجة ما صار لها reflect هنا، والسبب انه انا محتاجة انه اضيف هذا الكلاس اول للايقونة، تمام. فخلونا نرجع هنا ونضيفه للاسبان اللي ليه الكلاس iconify. فهنا انا راح اضيف menu icon class، وبعدين نحفظ ونشوف انه فعلا اتطبقت التنسيقات. وبعد كده راح اعمل تنسيق الهيدر بشكل كامل، فراح اقول انه الديسبلاي تبعه راح يصير فليكس. ليه؟ عشان ابغى المنيو والدوائر في نفس الصف. وبعد كده راح اعمل اللاين ايتم سنتر. بعد ما اضفت اللاين ايتم سنترز، كنت متوقعة انه تتضبط المحاذاة بحيث انه تصير الدوائر في نفس الصف مع ايقونة المنيو، لكن هذا الشيء ما صار. اللي ظهر انه السبب انه عشان الاسبان اللي هو اللي ليه الاي دي منيو داش ايكون، لا ملاحظين كيف حجمه؟ خلوني احط له باك جراوند كلر عشان يبان بهذا الشكل حجمه، ولكن الأيقونة بس أخذ جزء منه، يعني ما هي أخذ كامل هذا الإسبان. فعشان نحل هذا الشيء أنا راح أضيف رول. بالبداية صراحة ما كنت ضايفتها، لكن حضيفها دحين. حقول إنه هذا الإسبان اللي ليه الاي دي منيو داش آيكون راح أخلي الديسبلاي تبعه على شكل فليكس. في هذه الحالة فعلا راح تصير اللي هو أيقونة المنيو في نفس الصف مع اللي هو الثيمز، تمام. فهنا راح اضيفها، حقول هاش منيو داش ايكون، فهنا راح اقول ديسبلاي حيكون فليكس، ونكمل هنا. طيب عشان نخلي مساحة ما بين هذا العنصرين راح اقول justify content، وراح يكون عبارة عن space between. فلو حفظنا وشفنا انه فعلا هذا جاء لأقصى اليسار وهذا العنصر جاء لأقصى اليمين. طيب بعد كده انا راح اضيف padding من جميع النواحي للهيدر، فراح اقول padding، وبعدين استخدم اللي هو custom property، حقول عبارة عن space
بالقيمة 24، يعني 24 بكسل، تمام؟ لاني بس اعمل ريفريش عشان تروح الباك جراوند هذه، تمام. وبعد كده راح اضيف بوردر بوتوم للهيدر، بسيط جدا. راح اقول بوردر داش بوتوم، راح تكون قيمته 1 بكسل، بعدين سوليد، وبعدين لونه راح يكون HSLA، راح يكون باللون الابيض، فراح اقول HSLA. وبعدين المتغير الاول راح يكون اللي هو اللون الابيض white، والالفا راح تكون الاوباسيتي تبعته 50%، فراح اقول var، وبعدين داش داش اوباسيتي 50، تمام. وخلونا نحفظ ونشوف انه فعلا ظهر border بسيط خفيف. بكده نكون انتهينا من الهيدر، فراح نبدأ في الجزئية اللي بعد كده، راح نبدأ في المين كونتنت. فأول جزئية عندنا راح تكون اللي هي جزئية الهيرو سيكشن، فراح نبدأ في ال HTML تبعها. أول حاجة راح أحط جميع الكونتنت حقي في اللي هو عنصر main، فراح أقول main، وبعد كده راح أحط div يكون دي الكلاس container. فائدة هذا الكلاس أو هذا الديف إنه راح يضم جميع المحتوى حقي، وراح يكون عنده ويدث محدد عشان ما يصير أكبر من هذا الويدث. بعد كده بالنسبة لي الهيرو سيكشن راح أقول سيكشن، وبعدين للكلاس هيرو فراح أقول دوت هيرو. طيب أول عنصر عندنا عبارة عن باراجراف، وهذا الباراجراف راح يكون لي كلاس نيم، وراح احط فيه الاسم اللي هو حيكون احلام كركشان، وبعد كده راح احط اللي هو التايتل او العنوان، فراح اقول باراجراف برضو راح يكون لي الكلاس دوت تايتل، وراح يكون محتوى عبارة عن polish up your front end skills، تمام. هنا بس عندنا miss spelling، فراح اقول هنا e. بعد كده نلاحظ عندنا انه كلمة front end skills في صف لحالها وتنسيق مختلف، فهذه أنا راح أحطها بداخل سبان خاص فيها، وراح يكون هذا السبان لي كلاس معين اللي هو تايتل داش تايتل داش أكسنت، تمام. وراح يكون بداخل هذا السبان اللي هي جملة فرونت إند سكيلز. طيب بعد باراجراف التايتل راح نضيف اللي هو باراجراف، راح يكون للكلاس ديسكريبشن، تمام. وراح انسخ محتوى بشكل سريع، وبعد كده بعد ما اضفنا محتوى راح نقول هنا نعبر عن السي تي اي، راح نقول عنصر اي، والاتش ريف تبعته راح يكون اللي هو رابط لقناة اليوتيوب حقتي، فبرضو راح انسخ الرابط. وبعد كده راح يكون التارجت قيمته underscore blank، يعني في حال ضغطنا على هذا الرابط راح يفتح صفحة جديدة. وبعد كده راح أضيف هنا class راح يكون عبارة عن CTA اختصار لـ call to action، وبعد كده محتوى هذا الرابط راح يكون عبارة عن visit اللي هو YouTube channel هذا بالنسبة لجزئية الهيرو سيكشن. خلونا ننتقل إلى اللي هو التنسيق. طيب نشوف النتيجة إلى الآن هذا الشكل بدون أي تنسيق، فنروح لملف الـ CSS، وراح نقول هنا أول حاجة تنسيق المين، راح يكون بداخله عندنا كنتينر. هذا الكنتينر قلنا فائدته إنه راح نحدد له ماكس ويدث، وراح أختار القيمة 1024 بكسل. ممكن يساعدنا إنه أفضل نحط background color مؤقت عشان نشوف مثلا
بهذا اللون. فلو نلاحظ اصلا لو كبرنا المساحة هنا انه خلاص هذا الكنتينر حجمه صار 1024، ما حيكبر اكتر من كده. لكن نلاحظ انه هو جاي في جهة اليسار، فعشان يصير في المنتصف انا محتاجة اني اضيف خاصية اللي هي margin inline. margin inline فائدتها انها تضيف margin left ومارجن رايت في نفس الوقت، وراح تكون هذه القيمة عبارة عن أوتو. فخلونا نحفظ ونشوف إنه فعلا جاء الكنتينر في المنتصف. وكذلك راح أضيف له بادنج من جميع النواحي، راح يكون بالقيمة بار، بعدين سبيس بالقيمة 24، بمعنى 24 بيكسل. فنلاحظ إنه هنا أضاف مسافة، وهنا كذلك، وهنا كذلك. بعد كده حنعمل تنسيق اللي هي جزئية الهيرو، راح أقول هنا هيرو، وأول حاجة دوت هيرو راح يكون لها مارجن توب عشان أفصلها عن الهيدر، فراح أقول مارجن توب بالقيمة var، وبعدين سبيس بالقيمة 48 بيكسل. طيب بعد كده حيكون عندي text align center عشان أبغى الكلام كله يصير في المنتصف بهذا الشكل، وحتى البوتن أو عفوا اللي هو عنصر الـ A. طيب بعد كده حأجي لتنسيق العناصر اللي بداخل الهيرو، فراح أقول dot hero وأول حاجة dot name. تنسيقه راح يكون font size، وبعدين متغير راح يكون بالقيمة فونت 14، تمام. وبعد كده حغير الكلر، فراح أقول كلر حيكون HSLA بالقيمة اللي هي current theme dark وبالopacity 75. فخلونا نبحث عنها إذا كانت موجودة هنا. طيب ماني شايفتها، فراح أقول هنا بس راح أغير الopacity حتصير 75، تمام. فحيصير باللون هذا. بعد كده راح اجي انسق اللي هو التايتل، فراح اقول هيرو داش عفوا دوت هيرو بعدين دوت تايتل، فونت سايز حيكون بار، وبعدين فونت بالقيمة 24، تمام. وبعد كده حيكون الكلر تبعها حيكون HSLA، حيكون theme dark opacity 100%، فهذا القيمة اللي نحتاجها. هو تقريبا الألوان الدارك اللي أنا مستخدمتها قريبة جدا للون الأسود، بس ما هي لون أسود. بعد كده راح أغير الفونت weight، راح يكون بالقيمة برضو بار، وراح يكون عبارة عن font bold. خلونا نحفظ، حيكون بهذا الشكل. بعد كده راح انسق اللي هي جملة الفرونت اند سكيلز، فراح اجي اقول دوت هيرو وبعدين دوت تايتل داش اكسنت. هتكون التنسيقات ديسبلاي بلوك، ليش؟ عشان اخليها في سطر لحالها. التنسيق الثاني راح يكون تغيير اللون، فراح اقول color، وراح يكون HSLA، راح يكون اللي هو بالcurrent theme accent بالopacity 100، فما أتوقع قد استخدمناه قبل، فراح أقول هنا accent. فالآن صار باللون الأخضر. بعد كده راح نعمل تنسيق للdescription، فحنقول dot hero هنا dot hero بعدين dot description، حنضيف margin top var بالقيمة space 24، تمام. هذا عشان يفصل ما بين description و title. وبعد كده برضو حغير الكلر تبعه، راح يكون HSLA اللي هو current theme dark بالopacity 75، نبحث عنه اللي هو هذا الخيار، تمام. فراح يصير بهذا اللون. طيب بعد كده حأجي أنسق
العنصر ال A راح يكون شكله شكل button، فراح أقول dot hero وبعدين dot cta. تمام، أول حاجة راح أضيف له background color راح تكون باللون HSLA، وحتكون اللي هو current theme accent، وراح تكون ال opacity 100. فخلونا نحفظ إنه فعلا صار باللون الأخضر. وبعد كده راح أضيف له padding من فوق ومن أسفل، أبى القيمة بـ8 بكسل، فراح أقول var space 8، وعن اليمين واليسار راح تكون بالقيمة 24، فراح أقول var بعدين space 24. وخلونا نحفظ الديسبلاي تبع عنصر ال A هو inline، فأنا راح أغيره لديسبلاي inline block. تمام كده نلاحظ إنه ظبط البادنج بشكل أفضل. بعد كده راح أحط له border radius عشان أغير شكل الحواف أو الأركان، فراح تكون بالقيمة اللي عرفناها اللي هي border radius. تمام، بعد كده حيكون عندنا font size راح يكون بالقيمة 14 بكسل، فراح نقول bar font 14. بالنسبة للfont weight font dash weight راح يكون bold، فراح أقول font bold. الكلر راح يكون باللون الأبيض color، وراح يكون HSLA، من متأكد إذا كنت مختارة فعلا مختارة الأبيض، لكن حغير الأوباسيتي أخليه 100، يعني أبغى اللون الأبيض واضح. بعد كده حنقول text transform، حخلي كل الحروف كابيتال، فأقول upper case. بعدين margin top عشان أفصل ما بين البوتون والكلام اللي فوقه، فراح أقول var بالقيمة space 24 أو عفوا 32 بكسل. بهذا الشكل احنا انتهينا من تنسيق الهيرو سيكشن. خلونا نختبر CTA انه يعمل بشكل صحيح، فلو ضغطنا عليه انه فعلا حيروح لقناة اليوتيوب. حنبدأ دحين في الجزئية اللي بعد اللي هي اضافة الستاتس او الاحصائيات، فنلاحظ انه كيف حنرتبها. هذه الجزئية كلها راح نعمل لها كنتينر خاص فيها، وهذا الكنتينر راح يكون عبارة اصلا عن سيكشن للكلاس ستات، وبعدين كل جزئية راح تكون عبارة عن ستات كنتينر. تمام، وحتكون تحتوي على عنصرين، العنصر الاول حيكون عبارة عن الرقم، والعنصر الثاني راح يكون اللي هو الوصف او الديسكريبشن. فيلا نترجم هذا الكلام لل HTML، فراح نروح بعد تكفيلة السيكشن اللي هو سيكشن الهيرو، راح نعمل سيكشن الخاص بالستات، فراح نقول سيكشن دوت ستاتس، وبعدين نعمل اول كنتينر راح يكون للكلاس دوت ستات داش كنتينر، والعنصر الاول فيه راح يكون عبارة عن الرقم، فراح نقول للكلاس نمبر، وحنحط الرقم 146. والعنصر الثاني راح يكون باراجراف برضو للكلاس دوت ديسكريبشن. تمام، وهنا راح نكتب مثلا عدد السبسكرايبرز، فهنا سبسكرايبرز. وبعد كده حنكرر نفس هذا الكنتينر للجزئيتين اللي بعد. هذا بالنسبة لجزئية ال HTML، فننتقل بعد كده للتنسيق. بالنسبة للتنسيق أول حاجة راح نقول dot stat اللي هو السكشن بالكامل، راح أضيف له margin top عشان يفصل ما بين هذا السكشن والسكشن اللي قبل، فراح أقول margin top وبعدين var وبعدين القيمة راح تكون space 72، يعني 72 بكسل. تمام، بعد كده راح ناخد كل container، فراح أقول dot stat داش كنتينر، وراح أعطيله margin top. ليش؟ عشان أفصل ما بين كل كنتينر عن الكنتينر اللي قبله، فراح أقول margin top وبعدين بالقيمة
var space 32 بكسل، تمام؟ فنلاحظ هنا انه صار في مسافة بينهم، وكمان هأعمل text align center عشان أبغى الكلام كله يجي في المنتصف. وبعد كده هأعمل تنسيق للرقم، فراح أقول dot start container dot number، وهحط له font size راح يكون بالقيمة 32، font 32 بيكسل، وأعطيله لون راح يكون color HSLM، راح يكون اللي هو باللون الأخضر، فراح يكون accent والopacity 100، تمام؟ وحاطيله font weight راح يكون bold، فراح أقول font weight وبعدين var وبعدين font bold، تمام؟ هذا بالنسبة للأرقام. بعد كده نجي للdescription، فراح نقول dot start container dot description. فالتنسيقات اللي احتاجها هنا text transform حيكون uppercase كلها capital letter، وراح يكون في margin top عشان افصل ما بين الكلام والرقم، فراح اقول margin top بالقيمة var اللي هي 16 بكسل، فراح نقول space 16. وبعد كده الكلر راح يكون عبارة عن الدارك بالأوباسيتي HSLM اللي هو دارك بالأوباسيتي 75، تمام؟ فراح يكون بهذا الشكل. كده انتهينا من هذه الجزئية. نشوف الجزئية اللي بعدها، حنبدأ بإضافة سيكشن الفيديوهات. حيكون عبارة عن سيكشن، هذا السيكشن حيكون لي اي دي اسمه فيديوز، حنحتاج هذا الاي دي عشان نستخدمه في النافيجيشن لينكس، تمام؟ وحيكون لي الكلاس سيكشن، هذا الكلاس حيكون مشترك ما بين هذا السيكشن وسيكشن المشاريع وباقي السكاشن. ليش؟ عشان يصير في تناسق في الستايل، في تنسيقات مشتركة ما بين هذه الجزئيات كلها. بعد كده حيكون عندنا السكشن هيدر، وبعد كده هذا المحتوى كله راح يكون في ديف، يكون عبارة عن سكشن كونتنت. ليش؟ عشان هذا السكشن كونتنت راح يكون لي مارجن توب معين عشان اقدر استخدمه في السكشنات الباقية. وبعد كده خلونا نشوف كل فيديو هو عبارة عن ايش. كل فيديو حيكون عبارة عن فيديو كونتينر، تمام؟ حيتكون من حاجتين، الحاجة الأولى اللي هو البار هذا اللي فوق، والحاجة الثانية اللي هو اليوتيوب بلاي. فالبار حيكون عبارة عن ديف، وحيكون فقط يحتوي على أيقونة اليوتيوب، وبعد كده حنعمل إمبيد لليوتيوب بلاير، وحنشوف كيف راح نعمل طريقة الإمبيدينج هذه. فخلونا نترجم هذا الكلام إلى ال HTML. فنروح بعد تكفيلة سكشنال ستاتس هنعمل سيكشن جديد، هذا السيكشن راح يكون للفيديوز، فراح يكون عبارة عن سيكشن للاي دي فيديوز، وبعدين لي كلاسين، الكلاس الاول راح يكون سيكشن والكلاس الثاني راح يكون فيديوز، تمام؟ حيكون عندي اتش 1 حيكون عبارة عن سيكشن، هحط له كلاس سيكشن داش هيدر، وبعد كده راح يكون عبارة عن popular videos. بعد الهيدر راح يكون عندي div يحتوي المحتوى عندي بالكامل، فراح أقول للكلاس dot section dash content الspelling، تمام؟ وبعد كده حأجي على الفيديو الواحد، فراح أقول عبارة عن dot video dash container، وبعد كده حأعمل البار، فراح أقول dot bar، وراح يكون في أيقونة اليوتيوب، فراح أرجع لملف الريسورسز وأدور على أيقونة اليوتيوب، فحتكون هذه و أحطها هنا.
وكمان راح أضيف لها كلاس راح يكون عبارة عن YouTube-icon. وبعد كده بعد تكفيلة الديف اللي لي الكلاس بار راح أعمل embed لليوتيوب بلاير. فكيف راح تكون الطريقة؟ راح أروح على اليوتيوب وراح أفتح الفيديو اللي أنا أبغى أعمل له embed في الصفحة حقتي. فهنا نلاحظ أنه عندنا button اللي هو share، فلو ضغط عليه هنا يعطيني خيار embed، فراح أضغط عليه فراح يعطيني الكود اللي أنا أحتاجه بكل بساطة. فراح أنسخ هذا الكود وراح ألصقه هنا، راح أعمل عليه بعض التعديلات. خلونا ننزل كده عشان نشوف النتيجة الآن. راح أعمل عليه بعض التعديلات زي إني أضيف له كلاس راح يكون عبارة عن يوتيوب بلاير، وراح أشيل الويدث عشان راح أحدد الويدث هذا عن طريق السي اس اس أنا بنفسي. وبعدين الهايت راح أخليه عبارة عن 200، وبعد كده أشيل خيار allow full screen. بإمكانكم أنتوا تخلوه في حال تفضلوا أنه بإمكان المستخدم يفتح الفيديو كفول سكرين. وبعد كده راح أضيف باقي الفيديوهات راح يكون نفس المحتوى، ولكن هو التغيير فقط في الآي فريم هنا، فراح ألصقه وأرجع على طول إن شاء الله. كده أضفنا باقي الفيديوهات، فبكل بساطة هي راح تكون نفس الفكرة، كل اللي راح يتغير الآي فريم، نضيف له كلاس ونشيل الويدث، والهايت راح يكون 200، ونشيل خيار allow full screen. تمام، فكده صار عندي في الصفحة اللي هو عبارة عن 4 فيديوهات. فخلونا ننتقل للتنسيق. فالآن عندي بعض التنسيقات اللي راح تكون مشتركة بين السكشنز، فخلونا نكتب عليها comment كده. وبالمناسبة يعني أنا في المشروع النهائي في الكود تبعه أنا كاتبة كومنتات أنا ما بأضيفها حاليا وقت الريكوردينج، لكن حتلاقوها موجودة في الجيت هاب واضحة بشكل أكتر يعني. فرح نقول هنا dot section، وبعدين كل section راح أضيف له margin top، فهذا المارجن راح يكون بالقيمة var base 72 بكسل. تمام، ونلاحظ النتيجة هنا انه خلى مسافة ما بين هذا السكشن والسكشن اللي قبل. تمام، والرولة الثانية اللي برضو راح تكون مشتركة راح تكون عبارة عن السكشن داش هيدر. فالتنسيقات اللي احتاجها هنا راح تكون عبارة عن الكلر حتكون HSLA، وحيكون عبارة عن دارك والأوباسيتي 100، فأعتقد انه هو ده الخيار صح. تمام، وبعد كده راح يكون عندي تكست ألاين سنتر عشان يجي في المنتصف. والحاجة اللي بعد كده اللي هي الفونت سايز راح يكون بالقيمة 20 بكسل، فحنقول var وبالقيمة فونت 20. هذا صار شكل السكشن هيدر. وبعد كده اللي هو dot section dash content راح يكون في خاصية واحدة اللي هي margin top. margin top راح تكون بالقيمة var 32 بكسل، فراح نقول space 32 بكسل. هذه ايش حتفيدنا؟ حتفيدنا انه تفصل ما بين محتوى السكشن بالكامل وما بين الهيدر تبع السكشن. تمام، هذه بالنسبة للتنسيقات المشتركة. فرح نجي دحين التنسيقات الخاصة بجزئية الفيديوز. فأول حاجة رح نقول فيديو داش كنتينر، هذا رح يعبر لي عن هذه الجزئية اللي هو الفيديو الواحد. فاللي احتاجه هنا اني افصل كل فيديو عن اللي قبله، فرح اقول margin داش top بالقيمة 32 بكسل، بار داش سبيس 32 بكسل. نلاحظ كده انه فعلا صار مسافة بين كل فيديو والاخر. وبعد كده حنجي لتنسيق البار، فراح نقول دوت بار راح يكون لي باك جراوند كالر راح يكون بالقيمة HSLA، وبعدين دارك بالأوباسيتي 75، وبعد كده ديسبلاي فليكس
وبعد كده راح يكون عبارة عن Line Item Center. نلاحظ هنا انه عندنا الاركان ما هي حادة، فراح نضيف Border Radius. فراح نجي نقول هنا Border Radius، بس انا راح احدد بالنسبة للبار اللي احتاج انه يكون Top Left و Top Right، فراح نقول هنا Top داش ليفت، فراح يكون بقيمة المتغير اللي هو var داش داش border radius اللي هي بالقيمة 4 بكسل. ونفس الشيء حكرره لكن حغير top right. فلو نرجع نلاحظ انه فعلا صار عندنا ال border radius بهذا الشكل. تمام. طيب حنيجي دحين ننسق اللي هي ايقونة اليوتيوب. فراح اجي اقول دوت فيديو كونتينر بعدين سبيس دوت بار بعدين سبيس بعدين دوت يوتيوب داش ايكون. التنسيقات اللي احتاجها راح اضيف لها ويدث وهايت، فراح اقول ويدث بالقيمة 23 بكسل وهايت نفس القيمة اللي هي 23 بكسل. وبعد كده راح اضيف لها color راح تكون باللون الابيض، فراح اقول HSLA اللي هو white والopacity 100. وبعد كده راح اخلي مسافة حوالين الايقونة، فراح اقول margin من فوق ومن اسفل ابغى القيمة تكون var بعدين space 8 بكسل، وعن اليمين من هنا واليسار فراح يكون بالقيمة var space 16 بكسل. تمام. طيب احنا في البار ليش اصلا احتاجنا نضيف هذه الخاصيتين display flex و align item center؟ السبب في كده انه لو انا ما اضفتهم، خلونا نجي هنا، لو انا محدد على هذا البار وشلت align item center وشلت display flex، نلاحظ انه الايقونة ما هي جاية في المنتصف بالضبط. فلهذا السبب انا عملت display flex وكمان اضفت align item center عشان تجي الايقونة زي ما هو واضح كده بالتحديد انها في المنتصف. فراح نجي نكمل على التنسيق. فالتنسيق اللي باقي هنا حيكون خاص ب dot youtube player. فنلاحظ انه احنا شلنا الويدث من الاي فريم في الملف ال HTML، فهنا انا راح اضيف له ويدث بالقيمة 100% لانه نلاحظ انه ما هو اخذ كامل الويدث للبارنت اللي هو الفيديو كونتينر، فراح اضيف الويدث بهذا الشكل، فالان راح يصير بهذا الشكل. تمام. وبعد كده انا محتاجة اني اضيف البوردر راديوس للحواف ايضا من هنا ومن هنا، فراح اقول نفس هذا الرول راح انسخها والصقها هنا، بس انا راح اغير هنا التوب الى بوتوم. وبعد كده نحفظ ونلاقي فعلا انه صار بهذا الشكل. فكده احنا انتهينا من جزئية الفيديوز. الان حنبدأ في الجزئية اللي بعدها، فنبدأ في اضافة سيكشن المشاريع. هيكون هو اصلا عبارة عن سيكشن، وهذا السيكشن لي اي دي اسمه project ولي class section وليل كلاس ايضا project، وحيكون عنده section header، وحيكون هذا المحتوى كله في جزئية اسمها section content. وبعدين كل مشروع راح يكون عبارة عن div، هذا div ليل كلاس project. وبعد كده حيتكون من صورة، وبعد كده حيتكون من جزئية اللي هي هذه الجزئية راح نسميها project details. هذه الجزئية حتحتوي على اسم المشروع، فحيكون عندنا باراجراف اسمه أو ليل كلاس project dash name. وبعد كده حيكون هنا عندي div يحتوي على هذه الروابط اللي هي حتكون عبارة عن عنصر A، وكل عنصر A مثلا هذا راح يودي القناة اليوتيوب، أو عفوا راح يودي للمشروع في اليوتيوب، ورابط الجيت هاب راح يودي على المشروع في الجيت هاب. تمام. وكل رابط راح يحتوي على الايقونة المناسبة. ف
فخلونا نبدأ في ال HTML، فراح نقفل سكشن الفيديوز وبعدها راح نبدأ سكشن جديد. هذا السكشن راح يكون سكشن ولي ال ID projects ولي كلاسين. الكلاس الأول راح يكون سكشن والكلاس الثاني راح يكون projects، ونضغط enter. بعد كده راح يكون عندنا h1 اللي ليه class dot section dash header، حيكون محتوى اللي هو latest projects، فنكتبها كده latest projects. وبعد الهيدر راح يكون عندنا الديف اللي ليه class dot section dash content. وبعد كده كل مشروع قلنا حيكون عبارة عن ديف وليل كلاس project، وراح يحتوي على أول حاجة image، فالsource راح يكون من الفولدر اللي عندنا اللي هو عبارة عن image. فعندنا أربع صور هنا، فأول واحدة راح تكون هذه، خليني أنسخ اسمها، وبعد كده راح أضيفها هنا في السورس. وقبل ما اكتب الاسم على طول انا ضروري اكتب ايش المجلد، فراح اقول في المجلد image راح الاقي اللي هي الصورة هذه اللي هي thumbnail dash one. وبالنسبة للalt text بكل بساطة راح اكتب thumbnail، وبعد كده راح اضيف class. فعليا هذا الكلاس انا ما راح استخدمه في css، فبامكانكم انكم ما تضيفوه، فراح أقول هنا project dash image. بعد كده راح نضيف اللي هي بعد الimage راح نضيف div، راح يكون خاص بالproject details، فراح أقول dot project dash details. فاللي أحتاجه اسم المشروع، فراح يكون paragraph وللclass dot project dash name. وبعد كده راح انسخ اسم المشروع على السريع. بعد اسم المشروع راح نضيف ديف، هذا الديف راح يكون يحتوي الروابط هذه، فراح يكون عبارة عن ديف للكلاس icon dash container. وبعد كده راح اضيف الرابط الاول، فراح يكون عنصر A، راح يكون الhref اللي هو رابط المشروع في اليوتيوب، فراح اروح لليوتيوب واخذ من هذه الجزئية اللي هي شير، وراح انسخ الرابط، راح اعمل له كوبي وراح انسخه هنا في الhref. وبعد كده هنا راح احط التارجت، راح يكون بلانك عشان لو ضغط على هذا الرابط يفتح في صفحة جديدة. بعد كده راح اضيف هنا كلاس، هذا الكلاس اسمه project dash link، تمام. بالنسبة لمحتوى الرابط راح يكون يحتوي على الأيقونة، أيقونة اليوتيوب، فراح أروح لملف الريسورسز وراح أخذ أيقونة اليوتيوب نسخ ونلصقها هنا داخل الرابط. وراح احتاج اني اضيف للايقونة class اللي هو عبارة عن YouTube icon. بعد كده راح اضيف الرابط الثاني، بعد ما اقفل الرابط الاول راح اضيف رابط الجيتهاب، فراح يكون الhref تبعه، راح اروح للمشروع في صفحة الجيتهاب وراح انسخ الرابط هنا من فوق وبعدين الصقه. وبعد كده راح يكون التارجت نفس الشيء اللي هو بلاك. وبعد كده راح يكون برضو الكلاس هنا عبارة عن project dash link. وهنا بالنسبة للمحتوى راح يكون يحتوي على أيقونة الجيتهاب، فأرجع لملف الريسورسز وأنسخ أيقونة الجيتهاب وألصقها. وبرضو راح أضيف لها كلاس اللي هو عبارة عن github dash icon، github dash icon. هذا بالنسبة للمشروع الواحد، فراح أضيف باقي المشاريع وأرجع لكم بعد ما ألصقنا باقي المشاريع. فخلونا ننتقل الآن إلى التنسيق.
طبعا نلاحظ اوريدي عشان عندنا كلاسات مشتركة زي السكشن، فاوريدي عندنا هنا المسافة، وعندنا مثلا السكشن هيدر، عندنا السكشن كونتنت، فاوريدي حاطط هذه المسافة. خلونا نبدأ في تنسيق نفس المشاريع، فرح نقول هنا project، وبعد كده اقول dot project، راح اضيف border، اقول border راح يكون الويث تبعه 1 بكسل والستايل حقه سوليد، وبعدين الكلر حيكون HSLA، حيكون باللون دارك والأوباسيتي 10 فقط. فخلونا نشوف مثلا هنا، بس أغير الأوباسيتي أخليها 10، فراح تكون بهذا الشكل. وبعد كده راح أضيف الحواف أيضا، فراح أقول border radius راح يكون بالقيمة اللي هي var، وبعدين داش داش border radius عشان تكون 4 بكسل. طبعا نلاحظ انه هنا خلوني مثلا اشوف البوردر radius بقيمة غير، يعني مثلا بقيمة 30 بكسل. نلاحظ هنا انه اوكي الشكل ضابط من اسفل، لكن من فوق مو ضابط. وكمان لو عملنا inspect زيادة، يعني تحققنا من الشكل مظبوط، لو جينا عند project details وحطينا لها background مثلا اي background، فنلاحظ انه فعلا حوافها برضها ما هي ظابطة. يعني لو حطيت في اي وقت انه project details لها background برضو ما حتزبط border radius. فلهذا السبب خلونا نجرب انه نحط على project يكون overflow بالقيمة هيدن، فخلونا نشوف اذا كانت حتزبط الحواف. وفعلا كده راح تزبط، حتزبط من فوق وراح تزبط كمان من أسفل. فعندكم واحدة من طريقتين، يا هذه الطريقة تعتمدوها عشان تزبط الحواف، أو الطريقة اللي اعتمدناها من قبل اللي هي نحدد bottom left radius bottom right radius، ونفس الشيء top left radius وtop right radius. تمام، فاختاروا الطريقة اللي تريحكم. فراح أرجع هنا وأعدل قيمة البوردر راديوس، فعليا احنا نبغاها بوردر راديوس بالقيمة 4 بكسل، فراح يكون عبارة عن اختلاف في الحافة بشكل بسيط. بعد كده هأعطي لكل مشروع مارجن توب، ليش؟ عشان افصل ما بينه وبين المشروع اللي قبله. فراح نقول مارجن توب بالقيمة var، وبعدين سبيس بالقيمة 32 بكسل. خلونا نحفظ ونشوف فعلا صار. وبعد كده راح أعمل هنا للمشروع display flex، بس خلونا نحفظ ونشوف كده راح يختلف الشكل علينا. فعشان يرجع نفس ما احنا نبغاه هأكتب اللي هو flex direction column، عشان يرجع project details يكون أسفل اللي هو الصورة. تمام، طب أنا ليه عملت هذا الديسبلاي؟ حنشوف على قدام ليش انا عملته. بعد كده حنجي عند البروجكت داش ديتيلز، طيب حنعمل عندها باك جراوند كلر حيكون بالقيمة HSLA اللي هي وايت، وبالأوباسيتي 50. فخلونا نجي هنا ونختار هذا الخيار، راح يكون بهذا اللون. وبعد كده راح أعمل بادينج من جميع الجهات بالقيمة 16 بكسل، فراح أقول بادينج var وبعدين base 16 بكسل، فطلعت النتيجة كده. وبعد كده هأعمل flex grow بالقيمة 1. إيش السبب؟ هنا في المشروع النهائي لو جينا مثلا كبرنا بدا الشكل، نلاحظ إنه اللون حق البروجكت ديتيلز اللي هو الباك جراوند اخذ المساحه دي كلها، فكده تمام صح. هي طلعت تمام بسبب انه احنا حاطين لها فليكس جرو، لكن تخيلوا لو شلنا فليكس جرو نلاحظ انه، خلونا مثلا نغير برضو الباك جراوند، خلوها قيمه باك جراوند اوضح حاجه زي كده، فنلاحظ انه لو جاء الكلام اكثر من مثلا الكلام اللي هنا، فنلاحظ انه البروجكت ديتيلز ما راح تاخذ كل هذه الجزئيه. لهذا السبب انا عملت على البروجكت نفسه display flex، وعملت flex direction column عشان اقدر احط على البروجكت details flex grow بالقيمة 1، فيصير تاخد الجزئية هذه بالكامل. تمام،
نرجع نكمل حننسق اللي هو اسم المشروع، فراح نقول dot project dash name، نعطي له font size بالقيمة 14 بكسل، فراح نقول var dash dash font 14، وبعد كده راح نغير الكلر حيكون HSLA بالقيمة اللي هي dark opacity 75 اللي هو هذا الخيار، وبعد كده راح نغير line height اللي هي المسافة ما بين الأسطر، فراح تكون بالقيمة 26 بكسل. بعد كده راح أضيف تنسيق للproject dash link اللي هو الروابط اللي تحتوي الأيقونات، راح تصير بالقيمة display flex. تمام، ايش سبب ان انا عملت البروجكت لينك ديسبلاي حقه فليكس؟ خلونا نكمل واوضح لكم ليش. حقول دوت بروجكت ديتيل، راح اعمل تنسيق للايكون كونتينر اللي هو الديف اللي يحتوي هذه الرابطين، فراح اقول دوت ايكون داش كونتينر راح يكون بالقيمة ديسبلاي فليكس، والسبب في كده عشان أنا أبغى الرابطين بجانب بعض، فراح يصيروا بهذا الشكل. بعد كده راح أضيف align items center. يمكن مو ظاهرة مرة نتيجة align items center، فخلوني أضيف أحجام للأيقونات هذه، فحاقول هنا dot project dash details وأقول dot youtube icon، فراح تكون بالحجم اللي هو width 23 بكسل، ونفس الشيء بالنسبة لي الهايت، فراح أقول هنا height، وبعد كده راح أضيف dot project details وبعدين dot github dash icon، راح تكون حجمها الwidth ب 30 بكسل 30 بكسل، وبعدين الهايت نفس الشيء، فراح أقول هنا height. وخلونا نحفظ، لو أنا ما حطيت align item center خلونا نشوف النتيجة، إنه في مشكلة في المحاذاة، لهذا السبب أنا أضفت align item center. بعد كده راح أجي أقول أبغى الأيقونات كلها في هذه الجهة، فراح أكتب justify content اللي هو flex end، فراح تصير في جهة اليمين. وبعد كده أبى مسافة ما بين الرابطين، فأنا راح أستخدم الخاصية gap. الخاصية gap تفيدني إنه تضيف مسافة ما بين العناصر فقط، فراح أقول var وبالقيمة space 8 بكسل، فنلاحظ إنه فعلا صار عندنا space بسيط. وبعد كده أبغى أضيف لهذا الكنتينر margin top عشان يفصل ما بين الروابط والكلام، فراح أقول هنا margin dash top بالقيمة var dash space 8 بكسل. وبعد كده أنا راح أضيف dot project details بعدين dot youtube icon وكمان dot project details و dot github icon عشان أبغى أضيف color للأيقونات، فراح أقول الكلر تبعها حيكون HSLA اللي هو الدارك والأوباسيتي 100. هنا خلونا نعدل الأوباسيتي راح تكون 100. تمام، فراح تصير بهذا الشكل. خلونا نرجع نعرف إحنا ليش حطينا display flex على البروجكت لينك. نلاحظ هنا إنه لو حددنا على البروجكت لينك هذا وإحنا حاطين له display flex صح؟ طيب خلونا نحط له مثلا background معينة، أي لون background، خلونا مثلا في هذا اللون، ولو أنا شلت الديسبلاي فليكس إيش اللي راح يصير؟ راح يصير بهذا الشكل، إنه في مسافة إضافية ما لها داعي، فنلاحظ إنه هذا الرابط وهذه الأيقونة بداخله ما هي أخذة كل المساحة حقت البارنت، فلهذا السبب أنا أضفت على البروجكت لينك ديسبلاي فليكس، فصار إنه فعلا الأيقونة خلاص تحتوي أو أخذة مساحة البارنت بالكامل. بكده إحنا انتهينا من جزئية المشاريع وصارت في النهاية بهذا الشكل، ولو ضغطنا على مثلا رابط المشروع هنا في اليوتيوب فراح يوديني لهذه الصفحة، ولو ضغط على رابط الجيت هاب فراح يودينا لصفحة المشروع في الجيت هاب. خلونا نبدأ في الجزئية اللي بعدها اللي هي جزئية التستيمونيالز أو الآراء.
فبكل بساطة هي حيكون عبارة عن سيكشن. السيكشن ده حيكون للآدي testimonials و حيكون عنده الكلاسات سيكشن وكمان الكلاس testimonials، وحيكون عنده اللي هو السيكشن هيدر وبعدين السيكشن كونتنت. السيكشن كونتنت حيكون يحتوي على جميع الآراء. التستيمونيال الواحدة حتكون عبارة عن تستيمونيال كونتينر اللي هي باللون البيج الخفيف، وحيكون بداخلها الأيقونة اللي هي زي أيقونة المسج، وبعد كده حيكون التكست أو الكلام للتستيمونيال. بكل بساطة هذا هو، وحنكرر هذا الشيء لباقي الآراء. فخلونا نشوف ال HTML تبعه. بعد تكفيرة سيكشن البروجكت حنضيف اللي هو سيكشن للاي دي testimonials وللكلاسات سيكشن، والكلاس كمان testimonials، وبداخل هذا السيكشن حيكون عندنا سيكشن هيدر، فحيكون عبارة عن h1 وللكلاس سيكشن داش هيدر، و حيكون المحتوى اللي هو they make me happy، وبعد كده حيكون عندنا اللي هو الديف عبارة عن dot section dash content، وبداخله حيكون اللي هو testimonial الوحدة، فراح يكون عبارة عن div. هذا الديف حيكون للكلاس testimonial داش كنتينر، وبعد كده حيكون عبارة عن أيقونة الرسالة حنحصل عليها من هذا الملف الريسورسز. حنشوف هنا اللي هي المسج وحناخدها ونلصقها هنا، وراح نضيف لها كلاس اللي هو مسج داش آيكون، وبعد هذا الإسبان حيكون عندنا باراجراف، وحيكون للكلاس testimonial داش تكست. وبكل بساطة راح أنسخ محتوى هذا التستيمونيال. فحاليا عندنا النتيجة بهذا الشكل، فراح أنسخ باقي التستيمونيال كنتينرز لباقي التستيمونيالز وأرجع لكم. كده أضفت باقي التستيمونيال. بكل بساطة حتكون نفس الفكرة، تستيمونيال كنتينر والمسج آيكون وبعدين التستيمونيال تكست، تمام. فخلونا دحين ننتقل إلى التنسيق. أول تنسيق راح نعمله اللي هو dot testimonial dash container، فراح نقول هنا عنده background color بالقيمة HSLA اللي هو white والopacity 50، فخلونا نبحث عنها هنا، حتكون بهذا الشكل. وبعد كده حأفصل كل testimonial عن اللي قبلها ب margin dash top، حيكون بالقيمة var 32، فحيكون space 32 بيكسل بهذا الشكل. وبعد كده حأحط border radius، فراح أقول border radius بالقيمة var، بعدين border radius اللي هي قيمتها 4 بيكسل. وبعد كده راح أحط padding من جميع النواحي بالقيمة 32 بيكسل، فvar space 32. وبعد كده آخر حاجة راح نضيف اللي هو text align center عشان المحتوى كله يجي في المنتصف. بعد كده حأعمل تنسيق اللي هي الأيقونة، فراح أقول dot testimonial container dot message dash icon، راح تكون عندها width و height بالقيمة 23 بيكسل، وكذلك نفس الشيء هنا بالنسبة للهايت. وكذلك راح أغير الكلر تبعها، وراح يكون حيكون color، وحتكون قيمته HSLA اللي هو الأكسنت والأوباسيتي 100، يعني باللون الأخضر. طيب هنا بس عشان التنسيقات ما اتطبقت، لأنه أنا هنا كاتب الاسم غلط، فخلوني أضبطه، حيكون بهذا الشكل وفعلا اتطبقت التنسيقات.
بعد كده حيكون اللي هو تنسيق الكلام، فراح يكون دوت testimonial container دوت testimonial text، فراح نحط له font size حيكون بالقيمة 14 بكسل، فراح أقول بار وبعدين font 14. وبعد كده راح أغير الكلر، راح يكون HSLA بالقيمة الدارك والأوباسيتي 75. وبعد كده راح أغير اللاين هايت، هيكون بالقيمة 26 بكسل. وبعد كده حأضيف مارجن توب ليش عشان أفصل ما بين الكلام والأيقونة اللي فوقها، فراح نقول مارجن توب بالقيمة بار بعدين سبيس والقيمة حتكون 8 بكسل. تمام، هذه كل التنسيقات اللي راح نحتاجها لو نراجع الشكل، حيكون بدا الشكل فكده تمام. لكن نلاحظ هنا انه مثلا بشكل اساسي الايقونة هذه اللي هي thumbs up هنا، فعشان الكلام هذا بالعربي فإحنا محتاجين نضيف direction لهذا الكلام يكون RTL. تفتكروا إنه إحنا عندنا هنا في البداية أضفنا utility class .RTL وكان الدايركشن حقه RTL، الفائدة منه عشان نضيفه على هذا الكلام العربي. فخلونا نجي هنا عند التستيمونال تكست اللي محتواها عربي، حنضيف هذا الكلاس ونقول RTL، ونلاحظ انه فعلا هنا اترتب شكل الكلام. ونفس الشيء بالنسبة لي هذا التستيمونيال حيكون برضو RTL، وفعلا هنا جات الايقونة بعد الكلام شكل صحيح، وهنا نفس الشيء RTL، واخر واحدة برضو راح اضيف لها RTL. كده انتهينا من هذه الجزئية، نبدأ في الجزئية اللي بعدها. عندنا جزئية الكونتاكت فور، فبالنسبة لهذه الجزئية انا عملتها فقط كفرونت اند، يعني ماني ضافت لها جزئيه باك اند. فبالبدايه حيكون عندنا السكشن هيدر، حيكون عندنا تو انبوت فيلدز او حقلين، فواحد حيكون لعنوان الرساله حيكون عباره عن ليبل وحيكون عنده الانبوت تبعه، وبعد كده نفس الشيء بالنسبه لنص الرساله، عندي الليبل وعندي هنا الانبوت لكن حيكون على شكل تكست اريا، وفي النهايه حيكون عندي سي تي اي او الكول تو اكشن اللي هو عباره عن سند او ارسال الرساله. فخلونا نبدا نترجم هذا الكلام الى ال HTML. حنقول هنا انه بعد تكفيره هذا السكشن حنقول نضيف سكشن جديد، حيكون سكشن ولي برضو اي دي حيكون داش كونتاكت، وبعد كده حيكون لي الكلاسين اللي هما دوت سيكشن وبعدين دوت كونتاكت. وبعد كده حيكون عندي سيكشن هيدر حيكون h1.section-header، وحيكون العنوان اللي هو drop me a message. تمام، وبعد كده حيكون عندي اللي هو سيكشن كونتنت، فحنقول دوت section-content، وحيكون بداخله اللي هو الفورم، فالفورم وبعدين لها كلاس اسمه فورم. وهنا بالنسبة للأكشن ما راح نحتاجه في هذا المشروع، هنيجي بداخل الفورم راح نضيف اللي هو الحقل الأول، فحيكون لي ليبل معين، الليبل لي اتريبيوت فور فحيكون قيمته تايتل، وبعد كده راح أضيف كمان كلاس حيكون عبارة عن field dash label، بس هنا السبيلنج label بهذا الشكل، والمحتوى حق الليبل حيكون title. وبعد كده حيكون عندي اللي هو input اللي هو قيمته أو التايب حقه text، وبعد كده النيم حقه والتايتل والاي دي حيكون نفس قيمة الفور، فحيكون عبارة عن تايتل. وبعد كده راح اضيف له كلاس، هذا الكلاس عبارة عن فورم داش انبوت، نضيفه هنا حيكون كلاس يساوي فورم
داش input. بعد كده حنضيف label لنص الرسالة، فحيكون الفور قيمته عبارة عن message. وبعد كده حيكون برضو للكلاس field داش label، وبعد كده حيكون المحتوى عبارة عن message. طيب بعد كده حيكون عبارة عن text area، وحيكون لها ال ID وال name نفس قيمة الفول، فراح نحدد عليهم الاثنين، نقول هنا message. وبعد كده حنشيل ال columns ما راح نحتاجه. وبالنسبة للروز اللي هو عدد الصفوف للتكست اريا حنخليه زي ما هو بالقيمة 10. وبعد كده راح احط له كلاس اللي هو form dash input، وكذلك راح احط له كلاس اخر اللي هو text area. بعد التكست اريا راح نضيف div. هذا div فائدته حيكون انه يحتوي البوتن CTA، فراح نقول للكلاس text dash center. طيب وبداخله حيكون button، هذا البوتن حيكون للكلاس يساوي send dash cta، ومحتوى حيكون send. طيب خلونا نحفظ ونشوف انه فعلا جا كده. ايش فائدة الديف كلاس text center؟ تفتكروا احنا في style.css من اليوتيليتي كلاسز حطينا كلاس دوت تكست سنتر، وكانت فائدة هذا الكلاس انه يعمل تكست الاين سنتر. طيب بعد كده خلونا ننتقل الى التنسيقات، فراح نكتب هنا كومنت انه احنا في جزئية الكونتاكت، وبعد كده راح نعمل تنسيق لي اللي هو دوت فور، وبعدين سبيس، وبعدين فيلد داش ليبل. تمام، فراح نعمل لها أول حاجة display block عشان تصير في سطر لحالها بهذا الشكل. وبعد كده راح أعطيها لون color حيكون HSLA بالقيمة اللي هي dark والopacity 100، فخلونا نضبط هذه القيمة ونحطها بهذا الشكل. بعد كده راح أضيف margin top عشان يفصل ما بين الليبل والحقل اللي قبل، فراح نقول هنا margin top ونقول القيمة اللي هي var، وبعدين space 16. تمام، فراح تصير بهذا الشكل. بعد كده حنجي ننسق اللي هو form input، فراح نقول form وبعدين فراغ، بعدين dot form dash input. طيب بالنسبة للتنسيقات اللي نحتاجها انه نحتاج نشيل البوردر، فراح نقول هنا none. وبعد كده راح نضيف background color، background color بالقيمة HSLA اللي هي dark بالopacity 5، فخلونا نحط هذه القيمة ونعدلها، فراح تكون بهذا الشكل. وبعد كده حنضيف الويت 100 عشان هذا الانبوت ياخذ المساحة هذه كلها، فراح نضيف ويت بالقيمة 100%. وبعد كده راح اضيف border radius عشان اغير شكل الحواف، تصير بالقيمة var dash dash border radius. بعد كده حاضيف color، ليش؟ عشان يكون اللون الكلام بداخل الانبوت فيلد، فراح يكون بالقيمة HSLA بالقيمة dark والopacity 75. بعد كده راح نضيف البادينج من جميع الاتجاهات، فراح نضيف من فوق ومن أسفل، راح يكون بالقيمة 16 بكسل، فراح نقول space 16. وعن اليمين واليسار راح يكون var بالقيمة 24 بكسل. بعد كده راح نعمل font size عشان يكون الحجم بداخل الانبوت فيلد بالقيمة inherit، اقصد بكده انه حياخد الحجم حق البارنت، فحيكون اللي هو البارنت اللي ليه font size حيكون البدي، فحيكون 16 بكسل. نفس الشيء بالنسبة لي الفونت family، راح احط له inherit عشان ياخد الفاميلي اللي هي enter،
وبالنسبه لي لو نلاحظ هنا لو ضغطنا على الانبوت فيلد نلاحظ انه عندنا outline، فعشان نشيل هذا outline راح نكتب outline none. بعد كده عشان بس اضيف مسافة ما بين الانبوت فيلد والليبل فراح اقول margin top بالقيمة اللي هي 16 بيكسل، فراح نقول هنا var بالقيمة space 16 بيكسل ونحفظ ونشوف النتيجة. ظهرت عندنا النتيجة بهذا الشكل، ولو كتبنا حيكون الكلام بهذا الشكل. تمام، بعد كده نجي لتنسيق اللي هو text area، فرح نقول dot form وبعدين dot form input وبعدين الform input اللي ليه الكلاس text area. نعمل فيه حاجة انه نعمل resize none. ايش فائدة هذه الرول؟ فائدتها نلاحظ هنا انه في زي علامة السحب، فلو احنا سوينا كده بامكاننا نغير الحجم، بس عشان نعمل disable لهذا الخاصية احنا حنعمل resize none لو حفظنا انه فعلا حيختفي هذا الشيء ويصير حجم التكست اريا ثابت. بعد كده حنجي لتنسيق اللي هو send cta، فراح نقول dot for وبعدين dot send dash cta. اول حاجه راح اضيف له باك جراوند كلر حيكون بالقيمه اللي هي الاكسنت، فراح نقول HSLA اللي هو بالاكسنت والاوبسيتي 100. وبعد كده راح اضيف له بادنج راح يكون من جميع الاتجاهات، فحيكون من اسفل ومن فوق بالقيمه اللي هي 8 بكسل، فراح نضيفها، وكمان من اليمين واليسار بالقيمه 24 بكسل. تمام، بعد كده راح يكون عندنا border radius بالقيمة var اللي هو border radius وتنسيقات للفونت، فبالنسبة للفونت size حيكون بالقيمة 14 بيكسل، وبالنسبة للفونت weight راح يكون bold font weight حيكون var dash font font bold. وبعد كده حعمل text transform بالقيمة uppercase عشان أبى كل الحروف تكون capital letters. وبعد كده حغير لون الكلام اللي بداخل البتون حيكون باللون الأبيض، فحيكون white. خلونا نشوف هنا والأوباسيتي حقته 100، فخلونا نحفظ ونشوف النتيجة إلى الآن حيكون بهذا الشكل. وبعد كده راح نضيف margin top عشان افصل ما بين البوتون والفور اللي فوقه او اللي هو الانبوت فيلد هذا اللي فوقه، فراح اقول margin top بالقيمة 32 بكسل var space 32. وبعد كده حعمل line height للكلام حيكون بالقيمة inherit، معناته حياخد من البارنت، والبارنت اللي ليه line height اللي هو البدي، فراح يكون بهذا الشكل. هذه النتيجة اللي وصلنا لها للفورم. كده خلصنا من الفورم، نبدأ في الجزئية اللي بعدها، جزئية السوشيال ميديا. فهذه الجزئية حتكون جزئية بسيطة، هي عبارة عن سيكشن هيدر، وحيكون عندنا ثلاثة روابط اللي هي عبارة عن عنصر A، وكل عنصر A راح يحتوي على الأيقونة، فعندي رابط لليوتيوب ويحتاج أيقونة يوتيوب، ونفس الشيء بالنسبة للأيقونتين التانيين. فيلا نبدأ هذا السكشن، حنقول هنا سكشن، وبعدين هنا ما راح نحتاج له ID وراح أحتاج له بس classes، فحيكون سكشن، والكلاس الثاني راح يكون عبارة عن social dash media. وبعد كده حيكون عندي H1 اللي هو عبارة عن section dash header، وحيكون محتوى اللي هو reach me out. بعد السكشن header راح يكون عندنا اللي هو dot section dash content. وبعد كده راح يكون عندي أول رابط، فحيكون ال href تبعه اللي هو لليوتيوب، بعدين حنضيفه. بعدين هنا حيكون التارجت حيكون بلانك، وبعد كده الكلاس حيكون عبارة عن كلاس يساوي social dash link.
وبعد كده بالنسبة للمحتوى تبعه حيكون عبارة عن أيقونة اليوتيوب، نرجع نحصل عليها من هنا اللي هو أيقونة اليوتيوب ونلصقها، وراح أحتاج أني أضيف لها كلاس إضافي اللي هو يوتيوب آيكون، فراح نضيفها بهذا الشكل. بعد كده حنضيف الرابط الثاني اللي هو A برضو، وحيكون للجيت هاب، وحيكون هنا التارجت تبعه برضو بلانك، وبعد كده الكلاس تبعه برضو سوشيال لينك. وبالنسبة للأيقونة بداخله حتكون اللي هي أيقونة الجيت هاب، فبرضو نحصل عليها من هنا، ننسخ ونلصق، وبرضو راح نضيف هنا كلاس اللي هو جيت هاب، جيت هاب داش آيكون. الرابط الأخير حيكون لصفحة اللينكد إن، وهنا التارجت نفس الكلام حيكون بلانك، والكلاس حيكون عبارة عن سوشيال داش لينك. وبعد كده بالنسبة للمحتوى حيكون اللي هو أيقونة اللينكد إن، فنحصل عليها من هنا، ننسخها نلصقها. وبعد كده برضو راح أضيف لها كلاس اللي هو LinkedIn-Icon. وبس اللي باقي في هذه الجزئية أني أنا راح أضيف اللي هو الHref لهذه الثلاثة روابط وأرجع. الآن الروابط موجودة، فخلونا نشيك على الصفحة، نلاحظ أنه حاليا هذه هي النتيجة. فخلونا ننتقل للتنسيق، فرح نقول هنا عند CSS راح نقول هنا social media، وبعد كده أول حاجة راح نقول social dash media، وبعدين نبى نعمل تنسيق لل section content، فراح نقول dot section content. إيش التنسيقات اللي أحتاجها؟ قبل ما أعمل هذه التنسيقات أنا أبغى إنه أنسق الأيقونات، فخلونا نقول اللي هو دوت سوشيال ميديا أول حاجة اللي هي لون الأيقونات، فنلاحظ إنه كل الأيقونات أصل ليها كلاس موحد اللي هو حيكون آيكونيفاي، فراح أستخدمه هنا، حقول آيكونيفاي، وبعد كده راح أضيف لها كلر، فراح أقول هنا كلر حيكون باللون HSLA اللي هو الدارك، والأوباسيتي حتكون 100. تمام كده راح يغير لون الأيقونات. بعد كده حاجي أنسق كل أيقونة على حدة، فراح أقول أول حاجة بالنسبة لليوتيوب آيكون راح أخلي الويث والهايت تبعها 35 بكسل، فراح أقول هنا 35 بكسل، ونفس الشيء بالنسبة للهايت. تمام، وبعد كده راح يكون عندنا اللي هو دوت سوشيال ميديا اللي هو أيقونة الجيت هاب، فراح نقول جيت هاب آيكون، راح يكون الويث والهايت تبعها بالقيمة 48 بكسل، فراح أقول ويث 48 بكسل، نفس الشيء أكرر للهايت. وآخر أيقونة اللي هي حنقول دوت سوشيال ميديا دوت لينكد إن داش آيكون، فهذا راح يكون حجمها الويث ب30 بكسل والهايت 30 بكسل. طيب نحفظ ونشوف النتيجة، راح تكون بهذا الشكل. نلاحظ انه يحتاج لها محاذاة، فأول حاجة راح نعملها هنا في السكشن كونتنت لأنه هو اللي كان بيضم هذه الروابط، فراح أقول هنا أول حاجة display flex، هذه النقطة الأولى. طيب بعد كده عشان نخليهم كلهم على نفس السطر حقول align item center، وبعد كده عشان أجيبهم في المنتصف راح أقول justify content center، وبعد كده راح أعمل مسافة بين الأيقونات، فنستخدم اللي هي الخاصية gap، فراح تكون بالقيمة 16 بكسل، فراح نقول هنا space 16، فراح تظهر بهذا الشكل.
وأيضا باقي رول واحدة نضيفها اللي هي تفتكروا لما قلنا أنه الأيقونات ما بتاخد حجم الروابط بشكل كامل، فكان حلها أنه نضيف على الرابط نفسه اللي هو في دي الحالة عندنا حيكون social dash link، راح نضيف له display flex، نقول هنا flex ونعمل refresh وحيكون عندنا بهذا الشكل. كده احنا انتهينا بكل بساطة من جزئية السوشيال ميديا. خلونا نتأكد بس ان الروابط تشتغل بشكل صحيح. لو ضغطنا على رابط اليوتيوب اشتغل بشكل صحيح، رابط الجيت هاب نفس الشيء، رابط اللينكد ان ايضا تمام. ننتقل للجزئية اللي بعدها. الان نبي نشتغل على الفول سكرين نافيجيشن على اللي هي الشاشات الصغيره، اللي هي لما نجي نضغط على ايقونه المنيو هنا يتفتح هذا الشكل. فخلونا نحلله. هو عباره عن ايش؟ هو عباره عن ديف، تمام. هذا الديف انا راح اضيف له اي دي وكلاس اسمه ناف داش اوفرلاي، تمام. حيتكون من عنصرين، العنصر الأول حيكون div يحتوي على هذه الروابط، والعنصر الثاني راح يكون عبارة عن close icon، تمام. الروابط حيكون زي ما قلنا كل رابط الhref تبعه يشير إلى section في نفس الصفحة، وحيكون لي class navigation dash link. وبالنسبة لي أيقونة اللي هي close icon راح نجيبها من هذا الملف اللي هو resources. فخلونا نبدأ نحط هذا الكود في ال HTML. فين راح نحط كود النافيجيشن؟ أنا راح أحطه بعد تكفيلة الهيدر وقبل المين. فخلونا نكتب هنا comment إنه هو عبارة عن navigation overlay. فهيكون عبارة عن div. هذا div حيكون لي ID، عشان هحتاج هذا ال ID في الجافا سكريبت. هنقول nav dash overlay، وأيضا لي كلاس بنفس القيمة اللي هو dot nav dash overlay، تمام. بالنسبة زي ما قلنا اللي هو العنصر الأول حيكون عبارة عن div اللي هو يحتوي على الروابط. فالرابط الأول حيكون href لي جزئية الفيديوز، فراح نكتبه بهذا الشكل، نكتب هاش وبعدين نحط ال id للسكشن اللي نبغاه اللي هو عندنا فيديوز. وبعد كده هنا راح نحط class navigation dash link، وهذا الرابط راح أضيف له class إضافي حيكون no dash margin dash top، وراح أوضح لكم ليش أضفنا هذا الكلاس إن شاء الله. بالنسبة لمحتوى هذا الرابط، أول كلام حيكون عبارة عن videos، أو عفوا هنا حط لي element video، هنا راح نقول فيديوز بهذا الشكل. بعد كده الرابط اللي بعده راح يكون عبارة عن، خلوني أنسخه كمان 3 مرات. هنا راح أغير ال href إلى project، وراح أشيل ال no margin top للثلاثة دول، وهنا راح يكون عبارة عن ال project، وهنا راح يكون عبارة عن التستيمونيالز، وهنا برضو نفس الشيء هيكون تستيمونيالز. بس نغير أول حرف لكابيتال، وبعد كده هنا آخر واحد هيكون إلى الكونتاكت سيكشن، وبعد كده هنا راح نكتب كونتاكت، تمام. بعد الديف هذا راح نحط اللي هو علامة الكلوز ايكون، فأنا راح أضيف لها سبان، وهذا السبان راح يكون لي اي دي اللي هو كلوز داش ايكون، هحتاجه بعدين في الجافا سكريبت. بداخل هذا السبان أنا راح أحط أيقونة الكلوز. فخلونا نرجع لملف الريسورسز وناخدها اللي هي هذه الأيقونة ونلصقها، وراح احتاج هنا اني اضيف لها class، فراح اقول close-icon، تمام. خلونا نحفظ ونشوف النتيجة. هذا كل اللي راح احتاجه في ال HTML للنافيجيشن. خلونا ننتقل دحين الى التنسيق. بالنسبة للتنسيق انا هنا برضو راح احط تنسيقه
اللي هو بعد تنسيقات الثيم سيركل، فراح اقول هنا اللي هو النافيجيشن اوفرلاي. طيب اول حاجة راح ننسقها اللي هو دوت ناف داش اوفرلاي. اول حاجة ابغى لي باك جراوند معين، فالباك جراوند كولر حقه حيكون HSLA، حيكون دارك والأوباسيتي 100. فخلونا نعدل هنا، حيكون 100، حيكون بهذا الشكل. أبغى البوزيشن حقه يكون فيكست، وأبغى كمان يكون التوب حقه 0 والليفت حقه مبدئيا 0، تمام؟ بعد كده أبغى الويدث حقه حيكون 100% عشان ياخد كامل المساحة هنا، ونفس الشيء بالنسبة للهايت، فراح أقول هايت 100%، تمام؟ عشان يجي هو فوق جميع العناصر راح أحتاج أني أضيف له خاصية الزي اندكس بالقيمة 1، راح يكون بهذا الشكل. بعد كده باقي عندنا تنسيقات هنا، لكن أبغى أنتقل إني أنسق النافيجيشن لينك، فراح أقول دوت ناف أوفرلاي دوت نافيجيشن داش لينك. فأول حاجة راح أغير لها الكلر تبعها، فراح أقول الكلر باللون الأبيض، فحيكون HSLA وايت، والأوباسيتي تبعته 100%، فحيكون بهذا الشكل. ونلاحظ انها هي الان بجانب بعضها، فعشان يسيروا باسفل بعضهم اللي هو stacked يعني، هخلي قيمة كل واحد الديسبلاي حقته بلوك. وبعد كده راح اضيف margin top لكل واحد فيهم بالقيمة 16 بيكسل، فراح اقول bar وبعدين space 16، تمام؟ بعد كده راح اعمل تنسيق للclose icon، فراح اجي هنا اقول دوت ناف اوفرلاي وبعدين اقول دوت كلوز داش ايكون، فراح اضيف لها ويدث وهايت بالقيمة 34 بكسل، فراح اضيفهم كده، ونفس الشيء بالنسبة للهايت، تمام؟ نلاحظ انه كبرت. وكمان راح اغير الكلر تبعها، فراح اقول الكلر بالقيمة ابيض، HSLA بالقيمة الأبيض، والأوباسيتي 100، تمام؟ طيب عشان أنا أبغى الأيقونة تجي في نفس الصف هنا، فأنا محتاجة أني أرجع لي الأوفرلاي وأعمل Display Flex، هذه النقطة الأولى. بس نلاحظ هنا أنه الآن ما هي في أقصى اليمين، فعشان أخليها في أقصى اليمين والنافيجيشن لينك في أقصى اليسار، فأنا محتاجة أعمل justify content بالقيمة space between، تمام؟ طيب تفتكروا إنه إحنا حطينا هنا class no margin top لأول نافيجيشن لينك فقط، ليش؟ فائدته عشان يضبط المحاذاة هذه. تلاحظوا هنا انه الايقونة ما هي جاية في نفس السطر مع كلمة videos، فخلونا نضيف هذا الرول. حنقول هنا dot nav overlay وبعدين dot navigation link اللي لل class dot no margin dash top. هذا انا راح اخلي المارجن توب تبعه 0 عشان ما تتطبق عليه هذا الرول، فخلونا نحفظ ونشوف انه فعلا زبط. بعد كده اللي احتاج اني اضيفه، حاضيف بادينج للناف اوفرلاي، فمن فوق ومن اسفل حيكون بالقيمة var space 48 بكسل، وعن اليمين واليسار حيكون var بالقيمة space 32 بكسل، تمام؟ بعد كده آخر حاجة، عشان إحنا حنعمل control للفول سكرين نافيجيشن هذا عن طريق الجافا سكريبت، فأنا راح أضيف هنا transition بالقيمة 0.5 second. كده بكل بساطة هذا
اللي نحتاجه في النافيجيشن اوفرلاي، لكن احنا مبدئيا هذا النافيجيشن ما حيكون مفتوح، فالصحيح هنا انه يكون قيمة الليفت تبعته ماينس 100%. فخلونا نشوف النتيجة الآن انه فعلا اختفى، لكن هنا حنضيف كلاس حنقول دوت ناف اوفرلاي للكلاس شو. هذا الكلاس مبدئيا ما حيكون موجود، ما حيكون موجود على هذا العنصر. يعني هذا الكلاس حيكون عنده خاصية اللي هو الليفت بزيرو. ليش؟ عشان في الجافا سكريبت احنا حنتحكم انه لو ضغطنا على المنيو ايكون راح نضيف هذا الكلاس، لو ضغطنا على الكلوز ايكون بداخل النافيجيشن راح نشيل هذا الكلاس. فيلا ننتقل لجزئية الجافا سكريبت. هنبدأ في جزئية الجافا سكريبت، خلونا بس نتأكد انه نحط السكريبت لهذا الملف في ملف الاندكس html. فلو نجي هنا بالاسفل فراح نقول js ونعمل سكريبت، فراح نقول سكريبت وراح يكون السورس تبعها بالقيمة اللي هو main.js، وننتقل دحين لملف الجس. اول حاجة حنحصل على الاليمنت اللي نحتاجها، فراح نقول هنا element، وبعد كده اول element نحتاجه حنقول const، وبعدين نحتاج اللي هو الoverlay، فراح نقول nav overlay وراح يكون يساوي document بعدين dot get element by id، وحيكون لل id اللي هو nav dash overlay. كمان عندي عنصرين احتاج احصل عليهم بنفس الطريقة، فراح نقول هنا menu icon وراح يكون لها الكلاس menu dash icon، والعنصر الثالث راح يكون اللي هو close icon، والـ ID تبعه راح يكون عبارة عن close-icon. تمام؟ بعد كده برضو في حاجة احتاج اني احصل عليها اللي هي const، وبعدين كل الـ navigation links اللي هي هذه بالداخل، وحاقول لكم ليش انا احتاجها. فراح اقول هنا all nav links وراح يساوي document dot. كيف راح نحصل عليها كلها؟ حنقول query selector all وبعدين ليها الكلاس dot navigation link. نلاحظ هنا لو استخدمنا query selector احنا محتاجين انه بما انه بنعمل لها reference بالكلاس لازم نكتب dot بعدين navigation dash link. تمام؟ ونحفظ. ليش احنا محتاجين النافيجيشن لينكس؟ لو ضغطنا على فيديوز نلاحظ انه اللي بيصير يتقفل النافيجيشن وننتقل للسكشن ده. لو نجرب مثلا جزئية تانية، لو ضغطنا على الكونتاكت بيتقفل النافيجيشن لينك ونروح على جزئية الكونتاكت. اللي محتاجينه في الجافا سكريبت في حالة ضغط على واحد من النافيجيشن لينكس هذه انه يتم اغلاق الناف اوفرلاي. تفتكروا ان احنا اضفنا كلاس خاص بالناف اوفرلاي اللي هو عبارة عن شو؟ هذا ايش فايدته؟ فايدته انه يكون اظهار الناف اوفرلاي. فراح نعمل فانكشن، الفانكشن الاولى راح تكون show navigation وراح تكون تساوي arrow function. فائدتها راح تكون ناف اوفرلاي dot class list، راح تضيف للكلاس تبعته كلاس. هذا الكلاس ايش اسمه اللي اضفناه اللي هو show. تمام؟ هذا بكل بساطة الفانكشن اللي حتساعدني لفتح الناف اوفرلاي. راح اكرر هذا الفانكشن مرة تانية، لكن ايش حيكون عمله؟ حيكون عملها اخفاءه. فراح اقول هنا هايد، وبعد كده هنا بدل الاد راح اعمل ريموف للشو كلاس. باقي اننا نضيف ايفنت لسنرز، فراح نقول هنا انه في حالة ضغط على المنيو ايكون راح اقول دوت اد event listener، وايش نوع الايفنت اللي انا اتوقعه هنا اللي هو الايفنت كليك. ايش ابغى الفانكشن اللي تتحقق في هذا الوقت؟ حقول show navigation. راح اكرر نفس هذا الكلام للclose icon، وراح اقول في حال الكليك هعمل execute للفانكشن اللي هي hide navigation.
خلونا نعمل تيست ونشوف إذا كان شغال بشكل صحيح. عند الضغط ممتاز، ظهر الفول سكرين نافيجيشن. عند الضغط على الكلوز آيكون ممتاز، تم إخفائه. خلونا نجرب لو ضغطنا على نافيجيشن لينك بالداخل. لو ضغطنا على بروجكت نلاحظ أنه ما تقفل النافيجيشن، صح؟ لكن لو قفلناه إحنا بنفسنا نلاحظ أنه فعلا راح للجزئية. فإحنا هنا محتاجين نضيف event listener لكل nav link، فراح أقول هنا all nav links وراح أعدي عليها for each. فالfor each هذه حتعدي على كل nav link، فهنا حأقول nav link. إيش أنا محتاجة أعمل هنا؟ محتاجة إنه كل nav link راح أضيف له event listener. إيش نوع الevent listener هذا؟ راح يكون click. وبعد كده هنا عند الكليك انا ابى فانكشن اللي هي هاي نافيجيشن يتم استدعائها، تمام؟ فخلونا نحفظ ونجرب. فلو ضغطنا تمام، لو ضغطنا على فيديوز انه فعلا اتقفل، لو ضغطنا على تيستيمونيالز انه فعلا شغال بشكل صحيح. نشوف الجزئية اللي بعدها، وهي بصراحة الجزئية المفضلة عندي في هذا المشروع، انه كيف نعمل ثيمينج للصفحة. نلاحظ في المشروع النهائي انه عند الضغط على واحدة من هذه السيركلز يتغير الثيم، تمام؟ فاحنا اوريدي اضفنا من قبل لكل سيركل اي دي معين، لو جرين ثيم، بلو ثيم، اورنج ثيم. فتعالوا نحصل عليها في ملف الجافا سكريبت، فحنقول هنا كونست وبعدين green theme هيكون يساوي const، عفوا هيكون document.getElementById، وبعدين هيكون green-theme. ونفس الشيء هأكرره للthemes الثانية، فرح يكون هنا عندنا blue وهنا رح يكون عندنا orange. هنا بالنسبة لإضافة الإيفنت لسنر، راح أضيف لكل واحد حقول green theme.add event listener، وبعدين عند الكليك، عند الكليك هنا أنا راح أعمل function. هذا الفانكشن راح أسميها set theme، تمام؟ حيكون عملها أنها هي تغير الثيم، بس أنا محتاجة أرسل لها بارامتر. فمثلا في دي الحالة راح أرسل لها البارامتر green، تمام؟ لكن عشان أنا بأرسل لها بارامتر بهذا الشكل، فأنا محتاجة أعدل السنتاكس هنا وأخليها على شكل callback function، وبداخل هذه الفانكشن أنا راح أعمل call للset theme، وراح أكرر نفس هذا الشيء للblue theme، وراح كمان أعدله للorange theme، تمام؟ تعالوا ننشئ هذه الفانكشن. فراح اقول هنا كونست، وراح اسمي هذا الفانكشن زي ما قلنا set theme، وراح تكون تساوي arrow function. وهنا عند الparameters راح تاخد theme color. خلونا نفهم في البداية احنا كيف راح نغير theme. خلونا نرجع للstyle css، وخلونا نرجع ل السلكتر روت، تمام؟ تفتكروا ان احنا عرفنا الوان خاصة كل ثيم اللي هو اللايت والدارك والاكسنت لكل ثيم، وعرفنا كمان بروبرتيز خاصة بالكرنت ثيم، يعني اللي حاليا الثيم اللي حاليا متطبق في الصفحة حقتنا، تمام؟ فاللي راح نعمله في هذا الفانكشن انه راح نحصل على الروت ستايل، كل التنسيقات او كل الكاستم بروبرتيز اللي معرفينها في الروت. هذه اول نقطة، اخزنه في متغير اسمه روت ستايل، هذه الحاجة الاولى. الحاجة الثانية اني راح اعمل ست لبروبرتي، اللي هي ايش؟ هذه الثلاثة بروبرتي راح اعمل لهم ست، اللي هي الكرنت ثيم لايت، كرنت ثيم دارك، كرنت ثيم اكسنت. ايش فائدة هذا البارامتر اللي رسلناه؟ راح يوضح لي الثيم المطلوب. اول حاجة كيف نحصل على الكاستم بروبرتيز اللي موجودة في الروت؟ اول حاجة خلوني اعمل كونسول لوج واقول document دوت ستايل
Sheets وخلونا نحفظ ونشوف النتيجة. طبعا حاليا النتيجة ما راح تظهر معانا، ليش؟ لأنه إحنا ما حنا عاملين كل الفانكشن هذه set theme. فخلونا نخرج هذا الكود ونحطه على طول في الملف نفسه عشان يصير له execute. فنلاحظ هنا إنه فعلا أعطانا على شكل object. هذا الobject مكون من حاجتين، فخلونا نشوف. الحاجة الأولى عبارة عن، لو نلاحظ ال href تبعه اللي هو عبارة عن الفونت من جوجل فونت. بالنسبة لو اخترنا واحد، نلاحظ انه ال href تبعه للstyle.css، يعني ملف التنسيق تبعنا. طيب خلونا نشوف لو نبى نختار اللي هو الواحد هذه. فبكل بساطة راح نعمل لها reference بهذا الشكل brackets وبعدين واحد. طيب خلونا نحفظ ونشوف النتيجة. طلعت لنا هذا الستايل شيت. بعد كده هحتاج انه اشوف حاجة اسمها css rules، تمام؟ فعندنا هنا مجموعة الرولز كلها اللي احنا حاطينها في ملف ال css. فلو كتبنا هنا dot css rules وحفظنا، نلاحظ انه يطلع لنا object، والأوبجكت هذا مكون من صفر اللي هو عبارة عن الروت، واحد اللي هو عبارة عن الرول اللي هي ستار وبيفور وآفتر. فاللي نحتاجها اللي هي الروت، فراح نعمل لها أكسس كيف تراكت وبعدين صفر وخلونا نحفظ. لاحظ فعلا انه طلع لنا هنا اللي هو السيلكتر تكست الروت. فآخر حاجة نحتاج نعمل له access اللي هو حاجة اسمها الستايل. فالستايل نلاحظ هنا حاطط جميع الكستم بروبرتيز اللي أنا قد عرفتها. فخلونا نروح ونكتب هنا dot style، تمام؟ هذا الستايل هو ده اللي أنا أحتاجه، عشان من هنا أنا راح أحصل على وأعمل access للكستم بروبرتيز. خلونا هنا بداخل الفانكشن نقول const وبعدين اسمه root styles، وحيكون يساوي اللي هو القيمة هذه اللي نحتاج بعد كده اننا نعمله. نقول root style dot set property، تمام؟ هنا راح نذكر ايش البروبرتي اللي راح نحتاج نغيرها. ففي هذه الحالة البروبرتي اللي نبى نغيرها اللي هي الكرنت داش ثيم داش لايت. أبغى أغيرها بأي قيمة، هحط كوما وبعدين أقول القيمة اللي أنا أبغاها. طيب القيمة اللي أنا أبغاها حتكون بهذا الشكل، حتكون root style dot get property value property value. وبعدين ايش الفاليو اللي انا احتاجها، راح اكتبها بهذا الشكل بتمبلت سترينجز اللي هي باك تكس، وبعدين اقول داش داش، بعدين احط دولار ساين، بعدين كيرلي بريسز، واحط البارامتر اللي ترسل اللي هو الثيم كلر. بعد كده بعد تكفيلة الكيرلي بريسز راح اكمل واقول داش داش لايت، تمام؟ ونفس الشيء هأكرره لمين؟ للألوان الباقية اللي هي مين؟ الكرنت ثيم دارك و كرنت ثيم أكسنت. هذا كل اللي نحتاجه. فخلونا نحفظ ونشوف النتيجة انه هل فعلا تزبط معانا ولا لا. لونا نعمل ريفرش، ولو ضغطنا على البلو ثيم انه فعلا اتغير عندنا الثيم. اللايت ثيم اتغير، الدارك عفوا اللون اللايت اتغير، اللون الدارك اتغير، اللون الاكسنت كمان اتغير، تمام؟ نشوف لو ضغطنا على اللون الاورنج انه فعلا اتغير عندنا بشكل صحيح. لو رجعنا ضغطنا على الجرين ثيم رجع اللي هو الثيم الأساسي اللي بدأنا به. كده جزئية الثيمينج اشتغلت معانا بشكل
صحيح. ننتقل للجزئية اللي بعدها، بس قبل احنا محتاجين انه خلاص هذه الكونسول لوج ما احنا في حاجة ليها فحنشيلها. اخر حاجة راح نعملها في مشروعنا هي انه نخلي الصفحة هذه ريسبونسيف. هنبدأ اول حاجة بالهيدر، فنلاحظ هنا انه على الشاشة الكبيرة هيكون النافيجيشن لينكس ظاهرة بهذا الشكل، لكن على الشاشات الصغيرة هيكون عندنا اللي هو المنيو ايكون والفول سكرين نافيجيشن. الكود اللي نحتاج نضيفه راح نضيفه في الهيدر بعد أيقونة المنيو، فهنا راح نضيف اللي هو النافيجيشن on large screen. اللي نحتاجه انه حنخليها UL، وهذه الـ UL لها كلاس اسمه .navigation-list، تمام. وعندنا عدد من الـ LI، وكل LI هيكون بداخله عنصر A. فخلونا نشوف، هنا هيكون عندنا A وحيكون الـ href تبعه رايح للفيديوز، وهنا هيكون عندنا كلاس هيكون عبارة عن navigation-link، وهنا بداخل عنصر الـ A هنكتب فيديوز. هنعيد هذه الـ LI كمان 3 مرات. هنا حنغير انه راح نخلي projects، بس هنا راح نخليها capital letter بهذا الشكل. نفس الشيء بالنسبة لي testimonials، هنا ايضا capital letter، واخر حاجة contact. هذا كل اللي راح نحتاج نضيفه في HTML. ننتقل للـ CSS، خلونا نشوف النتيجة اللي حصلنا عليها الآن. نلاحظ إنه ظاهرة الآن الروابط بهذا الشكل، وظاهرة المنيو آيكون، ولو صغرنا الشاشة إلى هذا الحجم الصغير حتكون ظاهرة روابط، لكن أنا حالياً على الشاشات الصغيرة أنا ما بالروابط هذه تظهر، فراح أستخدم اللي هو الكلاس .navigation-list لإخفائها بالبداية. فأنا هنا راح أحط الكود قبل كود المين، فراح أقول هنا .navigation-list. القائمة كلها ما راح أخليها ظاهرة، هنا بس نعدل السبيلينج، فأقول هنا إنه display راح يكون none. خلونا نرجع ونشوف إنه فعلا اختفت، لكن إحنا هنعتمد break point واحدة فقط في هذا المشروع اللي هي 768، حيحصل فيها التغييرات اللي نحتاجها. فخلونا نبدأ في الميديا كويري، فحننزل للأسفل ونضيف هنا ميديا كويري، هيكون عندنا ميديا كويري واحدة، فراح نقول ميديا وبعدين نختار المنوت، هيكون 768 بيكسل. ابتداء من هذا الود احنا ايش نبغى؟ نبغى انه المنيو ايكون راح تختفي وتظهر الروابط، فراح نكتب هنا هاش بعدين منيو داش ايكون، وبعدين حنقول هنا الديسبلاي هيكون نن، وفعلا راح تختفي. بعدين القائمة اللي اخفيناها على ال small screen راح نرجع نظهرها، نعمل لها display، لكن احنا نحتاج الdisplay. تفتكروا انه كانت الروابط بتظهر فوق بعضها، فعشان نخليها بجانب بعضها احنا راح نخلي display هنا flex، فراح تظهر بهذا الشكل. بعد كده حنحتاج نضيف مسافات بين هذه ال li، فراح نضيف هنا gap، وراح تكون قيمته بالقيمة اللي هي 24 بيكسل، فحنقول space 24. بعد كده حنعمل تنسيق لي النافيجيشن لينكس نفسها، فراح نقول .navigation-list بعدين space، حنقول .navigation-link. أول حاجة نحتاجها راح نغير الكلر، راح يكون اللي هو اللون الدارك، الأوباسيتي 100، فحنقول HSLL وهنا دارك 100. وبالنسبة للفونت سايز هيكون 14 بيكسل،
فحنقول هنا var، بعدين font 14، بعدين font weight راح تكون بالقيمة bold، فراح نقول var بعدين font bold، وخلونا نحفظ ونشوف النتيجة انه فعلا ظهرت بهذا الشكل. خلونا نقلل الحجم، حجم الشاشة، فهنا عندنا ظاهر الفول سكرين، ولما نوصل اللي هي 768 يظهر عندنا الروابط بهذا الشكل. ولو اختبرناها عشان نشوف تنتقل للسكشنز المطلوبة، فهنا عندنا الفيديوز، هنا عندنا البروجكت، هنا عندنا التستيمونيالز، وهنا عندنا آخر شيء الكونتاكت. تمام، ننتقل للجزئية اللي بعدها اللي هي الستات. الستات بكل بساطة كل اللي أحتاج أعمله فيها أنها تصير بجانب بعضها بهذا الشكل. فخلونا نروح للكود ونشوف إيش نحتاج نضيف. فهنا راح نقول عندنا دوت ستاتس اللي كان يضمهم، يضم 3 كنتينرات. فهنا راح نقول راح نخلي الديسبلاي تبعه فليكس عشان هذه الثلاثة كلها تجي بجانب بعضها. خلونا نرجع لمشروعنا بهذا الشكل. بعد كده راح نحتاج انه تصير بهذا الشكل. فكل اللي راح نحتاجه انه راح نقول دوت ستات كونتينر، يعني كل واحد فيهم ستات داش كونتينر، راح اخلي لي ويد بالقيمة 33.33%. فخلونا نشوف النتيجة انه فعلا راح تصير بهذا الشكل. وبعد كده نفتكر ان احنا كنا ضايفين لها مارجن توب عشان نفصل كل واحدة عن اللي فوقها، فهنا ما احنا بحاجته الان، فحنقول هنا مارجن توب بالقيمة 0. فالان صار شكل الاستاس بهذا الشكل. ولو صغرنا حجم الشاشة نلاحظ كده صار لها ستاك فوق بعضها. بعد كده خلونا نشوف جزئية الفيديوهات، جزئية المشاريع، وجزئية التستيمونيالز كيف راح نخليها ريسبونسيف. كلهم راح يشتركوا في نفس خلونا نقول الرولز. يعني كيف؟ يعني كلهم نباهم يكون على شكل جريد. هذا الجريد حيكون عبارة عن عمودين أو تو كولومز، والجاب بينهم قيمة معينة. هذا بالنسبة للفيديوز، وبالنسبة للمشاريع نفس الفكرة، وبالنسبة للتستيمونيالز نفس الفكرة. طيب لو تفتكروا انه كان بينهم عنصر مشترك اللي هو سكشن كونتنت، صح؟ راح نروح عند الكود وعند السي اس اس، حنيجي نقول هنا في جزئية الفيديوز بداخله في ديف عبارة عن سكشن كونتنت. نفس الشيء بالنسبة لي، خلونا نكرر هذا ثلاثة مرتين كمان في جزئية البروجكتس وفي جزئية التستيمونيالز. فهذا السكشن كونتنت راح نخلي الديسبلاي حقه جريد، وبعد كده نحدد انه الجريد تمبلت كولومز راح يصير ريبيت، ابغاه عبارة عن تو كولوم. وهنا هستخدم اللي هي المين ماكس، فراح اقول اصغر قيمة للويدث لكل كولوم حيكون 0، واقصى قيمة راح تكون 1 FR، يعني بمعنى انه التو كولومز حيكون حجمها متساوي. فخلونا نحفظ ونشوف النتيجة. نرجع للمشروع، حتكون بهذا الشكل. نلاحظ هنا انه جزئية الفيديوز ما تطبق عليها الجريد، فخلونا نرجع للكود بنشوف انه اسماء الكلاس الصحيحة ولا لا. فهنا كاتبين دوت فيديوز فراغ دوت سكشن داش كونتنت. تمام، لو رجعنا الكود ال HTML هنا راح نلاحظ انه هنا في خطأ في اسم الكلاس، فراح يكون هنا بالشكل الصحيح كده ونضيف S. فخلونا نحفظ ونرجع نشيك. ففعلا الان اتحقق. نلاحظ انه هنا في فراغ، هذا الفراغ ايش كان سببه؟ انه احنا كنا ضايفين للفيديو كونتينر، كنا ضايفين للبروجكت، كنا ضايفين للتستيمونيال كونتينر مارجن توب، صح؟ فالان انا راح اروح للكود وراح اعمل ايش؟ ريست لهذه القيمة. فراح اقول هنا دوت فيديو كونتينر وكمان البروجكت وكمان التستيمونيال كنتينر، كلهم راح اشيل منهم المارجن توب وراح اخليه بصفر.
خلونا نرجع ونشوف انه الان فعلا ما صار عندنا اي فراغ بينهم. عشان اخلي انه في فراغ فانا راح ارجع هنا عند السكشن كونتنت وراح اضيف هنا جاب. هذا الجاب راح يكون عندي قيمته var وبعدين داش داش سبيس بالقيمة 32 بيكسل، فراح تكون الان بهذا الشكل بالنسبة للفيديوز، بالنسبة للمشاريع، وبالنسبة للتستيمونيوز. خلونا نشيك على الشاشات الصغيرة كيف. فنلاحظ هنا انه لو صغرنا الحجم هتكون بهذا الشكل، ولما تيجي اصغر من 768 هترجع ستاكت فوق بعضها. في نقطة هنا ابغى انبه عليها، لو شلنا الجاب لو نلاحظ هنا انه في جزئية الفيديوز في فراغ. لو رجعنا طيب للفيديو كونتينر ومثلا هنا عند الفيديو كونتينر حطينا له باك جراوند معين، اي لون باك جراوند، نلاحظ انه هنا في فراغ. فاللي راح اعمله عشان اعمل فيكس لهذا الشيء انه راح اقول كل فيديو كونتينر راح اخلي عنده ديسبلاي فليكس، لكن عشان اضبط انه البار يكون فوق وتحته اليوتيوب بلاير فراح اخلي هنا فليكس دايركشن يكون بالقيمة كولوم. فهنا نلاحظ انه فعلا الفراغ هذا اللي باللون الاصفر خلاص راح. فخلونا ننقل هذه التو بروبرتيز للكود هنا، فحنقول خلونا نبحث عن دوت فيديو داش كونتينر اللي هو هنا، فراح اضيف لي هذا الفيكس. وخلونا نحفظ ونرجع الجاب هذا من جديد. ففعلا نلاحظ انه الان في تناسق في الفراغ. اخر جزئية راح نحسن الريسبونسيف تبعها اللي هي الفورم. بكل بساطة كل اللي نحتاجه انه نخلي الفورم لها حجم معين عشان ما تتوسع اكتر من هذا الحجم. فلو رجعنا هنا ما زلنا احنا بداخل الميديا كويري، فراح نجي نقول هنا دوت فورم راح اخلي لها ماكس ويت بالقيمة اللي هي 512 بيكسل. وخلونا نحفظ ونشوف النتيجة. لو رجعنا لمشروعنا هنا نلاحظ انه فعلا صار حجمها معين، لكن عشان تصير في المنتصف فاحنا محتاجين ان نخلي المارجن ليفت بالقيمة اوتو والمارجن رايت بالقيمة اوتو. فبهذا الشكل راح نخليها في المنتصف. فاحنا عندنا خاصية هنا تختصر خاصيتين في بعضها اللي هي المارجن ان لاين. لو قلنا مارجن ان لاين هذا معناته قيمة المارجن ليفت والمارجن رايت، فهنا راح نقول اوتو. فخلونا نحفظ ونشوف النتيجة انه فعلا جات الفورم في المنتصف وصار ليها ويدث معين. خلونا نشوف على الشاشات الصغيرة كيف حجمها، فنلاحظ انه شاشات كبيرة بهذا الشكل، وعند 768 أقل من هذا الرقم حتصير اللي هي الويت حقها 100%. وبكده احنا نكون انتهينا من مشروعنا لليوم اللي عملناه، بنينا one page personal portfolio، وهذا personal portfolio responsive شكله كده على الشاشات الكبيرة، وعلى الشاشات الصغيرة نلاحظ انه ما زال شكله ممتاز. وهنا عندنا full screen navigation وجميع العناصر متناسقة مع هذا الحجم. وكذلك ميزة أخرى في هذا البورتفوليو اللي هي الثيمينج، فعندنا تغيير للثيم، عندنا 3 اختيارات من الثيمز. فإذا أعجبكم المشروع لا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واكتبوا لي تعليقاتكم وإيش تعلمتوا، تسعدني تعليقاتكم، ونشوفكم بإذن الله في مشاريع قادمة.